استغفر الله العظيم. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم الاخوان اللي تخلي بارتاجي اللايف الاخوان، مرحبا بكم. موضوع عاجل الاخوان، يا الاحباب اللي تخلي بارتاجي اللايف، موضوع عاجل. جيت اليوم الاخوان غنطلع غادي نشرح ان شاء الله شنو هما التسهيلات اللي داروا في السوايع. كاينين بزاف ديال الناس ما فهموش القوانين الجديده او التعديلات الجديده في الريغو بارافورماسيون. طلعت ان شاء الله باش نفهم الناس شنو هو التعديلات الجديده. مرحبا بكم، عليكم السلام اختي، مرحبا بالجميع، وبارتاجيو اللايف الاخوان. الاخوه اللي دخلت كيف بانتايا، الناس اللي دخلت دابا كيف بانتايا الاخوان، طلعونا اللايف الاخوان الله يحفظكم، بارطاجيونا اللايف الاخوان. عليكم السلام جميع الاخوان اللي دخل الاخوان كيف بانتايا، الاخوان اللي طلعت كيف بانتايا، وغادي نشرحوا ان شاء الله التعديلات الجديده اللي عندها علاقه بالكورسو وبالسوايع. فقط غنهضر على الكورسو والسوايع. مرحبا بالجميع، مرحبا خويا مصطفى، مرحبا بكل شيء اللي معايا في اللايف، مرحبا بكم. ولكن الاخوان الطلب الواحد اللي عندي تكيو في بانتايا الاخوان القليبات باش يتبارطاجا اللايف. تكيو اخويا، شكرا اخويا محمد، شكرا الناس اللي كتكي في بانتايا، كلشي كيطلع ليا، مرحبا بكم، مرحبا الاخوان ومرحبا بالجميع. كما قلت لكم الاخوان تكيو في بانتايا باش نشرح لكم ان شاء الله التعديلات اللي عندها علاقه بالكورسو وعندها علاقه بالسوايع. غنهضر اليوم على هاد جوج المواضيع وغادي نهبط. علاش؟ حيت هاد جوج المواضيع الناس ما فاهمينهمش. كاين الناس ما فاهمينش شنو هي اونلاين وشنو هي حضوري. كاين الناس اللي فاهمه، ماشي ما فاهمش شنو هي اونلاين، ما فاهمش بالضبط السيستيم، وما فاهمش شنو طالبين في التعديلات الجديده. وكذلك السوايع، الناس ما فاهمش السوايع بطريقه صحيحه. بزاف ديال الناس طلعوا في التيك توك، كاين اللي شرح داكشي صحيح وكاين اللي ما شرحش داكشي صحيح، ولكن انا شرحت لكم داكشي صحيح، ولكن الناس ما فهمتش بالطريقه ديالي انا. ولكن في هذا اللايف غنفهمكم شنو هي تعدي الكورس، وباقي صغير عنده 40 ساعة 50 60 ساعة، وشنو هو الكورسو تقدر ديرو فيه 50 ساعة، ولكن يقدر الكورسو يضرك في الوراق ديالك. يعني فرق عاد اللايف 90 واحد معايا في اللايف الاخوان فقط. بلاتي نحيد الميكرو، بلاتي اخوان 100 واحد معايا في اللايف، ولكن كما كنشوف 100 واحد معايا في اللايف، يلا 600 قل لا يعقل. طنجاوي كيجيب لكم اخبار سخونة. انت يلا بارطاجيو اللايف الاخوان وفرقعوا هذا اللايف. كنجيب لكم فقط محامي، ولا كيما بغى يكون النوع ديالو اخويا ولا اختي، كيما بغى يكون، واخا يكون محامي ولا ما ولا ما وصلولوش التقرير من فوق، راه ما يدير حتى شي حاجه. كاين محامي دابا ما عارفش هاد السيستم الجديده والتعديلات الجديده، باش ديرها في بال ديالي. طلعني كلشي غادي يطلع، ولكن بشرط يا اخواني فرقعوا اللايف. غادي نعطي الموضوع اللي كاين باش نطلع الناس، كل واحد غنجاوب له على السؤال ديالو. كلشي غطلعوا بشرط قليبات هنايا يتفرقعوا واللايف ينتشر، وانا غنهضر وغنفهمكم شنو هو الكورس اللي مطلوب، وشنو هما السوايع اللي مطلوبين، وشنو هما واش اونلاين او لا حضوري. فرقعوا اللايف وانا غادي نهضر، واللي ما مشتركش يشترك، وفرقعوا هذا اللايف. هذا اول حاجه، غندخل نيشان بلا ما نزوقوا بلا والو. خويا ولا اختي ولا قال لكم بان 200 ساعه ما بقاتش، ماشي يعني غتجيب 30 في كورس فيه 30 ساعه وغتدفعوا، لا لا راكم غالطين. هما حيدو الكورسو 200 ساعه اللي كانت محدوده ضروريه ما بقاتش، ولكن هذاك الكورسو هما اللي قالوك جيب فيه بشحال ما فيه مسوايا. خصك تعرف واحد القضيه، بان خص هذاك الكورسو يكون فيه ملي غتسالي الكورسو يعطيوك واحد الشهاده بروفيسيونال، باش ديك الشهاده هذيك تمشي تقلب عليها على خدمه وتقلب على بري كونتراتو. ماشي يا خويا ولا اختي تمشي تجيب لي الكورسو فيه 20 ساعه ولا 50 ساعه ولا 40 ساعه ملي غتسالي ما عندك لا شهاده لا والو. يعني مشاو لك الوراق. اول حاجه جيب اي كورسو كيما بغى يكون النوع ديالو، ولكن بشرط قبل ما تقرا ديك الكورسو غتسول المدرسه واش هذا الكورسو هذا واش ملي غنساليه تعطيوني واحد الشهاده بروفيسيونال نقدر نقرا عليها نخدم عليها، نقدر نجيب عليها بري كونتراتو. ولا قالوا لك ثق فيهم، ولكن قبل ما تثق فيهم ديك الورقه اللي يعطيوك خصك تقرا واش ملي غتساليها دير براكتيكال يعطيوك واحد الشهاده بروفيسيونال. هذه الاولى السوايع، حيت السوايع ماشي محدودين، ولكن عندهم شروط للكورسوس، ماشي اي كورسوس تقدر تدفع به. افتح ودنك معايا الله يرحم الوالدين. منين نقول لك 30 ساعه ولا 50 ساعه ولا 100 ساعه،
يعني كنقول لك واحد النقطه اللي هي اساسيه اللي هي اصليه. الكورسو خصك ديرو يكون ملي تسالي القرايه ديالو يعطيوك واحد الشهاده بروفيسيونال. هذيك الشهاده بحال يعطيوك واحد الورقه ديال التسكوين بان انت فلان فلان قوسي هذا التسكوين هذا راه عندك الشهاده تقدر تخدم به. ولا ما عطاوكش هذه الورقه هذه يعني ما كاينش شي حاجه ديال الكورسو. والكورسو ديال 20 30 40 ساعه خويا ما غايدير لك والو، واخا تشد تمشي تخدم عليه ما غينفعك في والو. دير كورسو 100 ساعه فوق باش انت تفهم ديك الحاجه اللي تبغي دير عليها الكورسو تفهمها. ها السوايع فهمناهم، فهمنا لكم السوايع كي دايرين، فهمنا لكم بان الشهاده اللي خصك تهزها ديال الكورسو اولا ملي غتسيدي الدبلوم ديالك خصو يعطيوك واحد الشهاده بروفيسيونال. ولا ما عطاوكش هاد الشهاده هادي ما تقوليش درت الكورسو، ما غير معترف من الدوله غيحيدوا لك الوراق ديالك. النقطه الثانيه الاخوان اللي فهم الطريقه ديال اللي فهم الطريقه ديال السوايع يكتب ليا، يكتب ليا في كومونتيرات ولا سي سي دابا. اللي فهم كلامي باش نوضحه باش الناس ما يبقاوش يتناقشوا في هادشي هذا. الناس اللي فاهمه الكلام ديالي على حسب الكورسو السوايع، خلينا من اونلاين ولا حضوريا غنهضروا عليه في ملي غادي نتفاهموا في السوايع عاد نهضروا. اللي فهم الكلام ديالي يكتب ليا في كومونتيرات سي سي اولا فتحوا ودنكم معايا، فتحوا ودنكم معايا سي سي لا سي كلشي ويلا كلشي مفهوم. لا لا غنزيدو نوضحو تكيو بانطايا الاخوان، طلعوا بانطايا اغلبيه كيقولوا راه فهموا، كاين بعض شويه الناس ما فهموش. بالي خويا ولا اختي درتي الكورسو، هاد الكورسو هذا ما ديروش خصك حتى تسول المدرسه، سوا في 50 ساعه سوا في 70 ساعه سوا في 80 ساعه سولهم قول لهم هاد الكورسو هذا اللي غندير عندكم واش ملي غادي نساري هاد الكورسو واش تعطيوني واحد الشهاده بروفيسيونال باش نخدم به وندبر على بري كونتراتو او لا. لا هما يقولوا لك سي او لا نو، هما غايقولوا لك اه ولا لا حيت هما ما عندهم علاش يكذبوا عليك، هما كيعطيوك النقطه الاساسيه. اصلا انت ملي غتخرج ماتريكولا راه مكتوبه فيها بروفيسيونال بان ما يمكنلكش تخرج من هذا الكورس حتى تهز واحد الشهاده بروفيسيونال. لنفرض ما نجحتيش كدير براكتيكاج، لنفرض ما نجحتيش مثلا هي مستحيل في اسبانيا ما ديش كورس، هنا كيتساعدوا معاك حتى كتدي كورس كيعطيوك واحد الشهاده ديالك. لنفرض واحد الانسان مثلا ما قراش مزيان وما عطاهاش الوقت ديك القرايه وسقط، ماشي سقط ما عطاوه الشهاده قالو خصك تعاود، من حقك تعاود وما غيحيدولكش الوراق ديالك. من حقك تعاود وفي ديك الشهاده ماتريكولات الثانيه اللي غتعاود بها من حقك تقدمها للنسره الخيريه، ما كاينش كاع المشكل. هادشي هذا ماشي انا اللي كنقولو، هادشي طلع في السيستم جديد. الاخوان اللي فهموا الكلام ديالي على حسب الكورسو خصك تهز واحد الكورسو بشحال ما فيه مسوايا، ولكن هما ما حددوش، ولكن هذا الكورسو خصو يكون بروفيسيونال، خصك ملي تساليه يعطيوك واحد الدبلوم واحد الشهاده بان انت فلان بالفلان راك قريتي هذا الكورسو هذا. الله يحفظكم اخوتي، اللي فهمني يكتب لي سي باش نمشي لموضوع اخر حيت كاين بزاف المواضيع اللي الناس ما فاهمينهاش. كلشي اللي فهمني يقول لي سي فهمت. يلا يلا الاخوان بغيت كلشي يفهم باش يكون عندي كلشي واضح باش كاع الناس اللي معايا في اللايف يكونوا فاهمين، ماشي شي فاهم شي ما فاهمش. اللي فاهم يكتب سي نمشيو لموضوع اخر. يلا بارطاجوا اللايف، بارطاجوا اللايف. الاخوان اللي ما مشتركينش كذلك يديروا اشتراك. لا سي سي اغلبيه سي 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 راني فاهم راني فاهم. بنادم يذكي راه كيفهم، بنادم اللي يذكي راه كيفهم. نكونوا واقعيين، الكورسو شحال ما فيه مسوايع ولكن بشرط حيت السلطات او الدوله او المسؤولين المكلفين بالهجره ما قالولكش مينيمو ديال السوايع، قالولك ما بقاش 200 ساعه خصك تجيب لنا واحد الكورسو بروفيسيونال. يعني ملي تمشي تقرا ديك الكورسو خصك يعطيوك واحد الشهاده بريفوس، الشهاده كيتسمى انت راك قاري هذا الكورسو راك غادي تخدم عليه. باش كتدفع عليه تبدل الوراق، ملي كتجيب بري كونتراتو على ديك الكورسو كيبدلوا لك الوراق حيت النهار اللي غتبدل الوراق تاع ما كيطلبوا لك هذيك ضروري ديك الشهاده. كونوا معايا واقعيين الاخوه. الله يرحم والدين، انا غنمشي للدوره الثانيه واش نقرا اونلاين او لا حضوريا، ماشي انت وماشي الدوله اللي كتحكم. هادشي اللي كيحكم فيه هي المدرسه، الدوله حطت واحد الاقتراح للمدرسه علاش؟ ماشي حبا فيك او لا في شي حد اخر، هادشي دارته السلطات. علاش؟ علاش الدوله دارت هذا القانون ودات فيه تعديلات؟ حيت الناس بزاف ما جبروش الكورسو الاخوان مؤخرا، دابا الدوله سهلت باش كلشي يقرا، حتى واحد ما يبقى بلا كورسو. كيفاش؟ لنفرض مدرسة كتقري 400 واحد، مدرسة وحدة كتقري 400 واحد، افتح ودنك معايا اونلاين ولا حضوريا. دابا نتوما عندكم مشكل راه تبقوا غادي نقراو اونلاين ولا حضوريا؟ لا فهمني وافتح ودنك كيما شرحت لكم في السوايع، غادي نفهمكم
وغادي نهبط بحالي. اونلاين يعني كيقولوا لك ماشي انت اللي غادي تختار واش تقرا اونلاين او لا حضوريا. المدرسه اللي تقرا فيها غتبقى تعدل لك فحال الطرنو، تقدر السيمانه كامله تقرا فيها جوج يوم مثلا، تقرا 4 ايام في السيمانه، تقرا يومين في السيمانه اونلاين، ماشي انت اللي كتختار، المدرسه اللي كتختار. انا كنأكد الكلام ديالي، كيقولوا لك بان حضوريا واونلاين الكورس ديالك اللي غديرو غيكون فيه اونلاين وغيكون فيه حضوريا. كل مدرسه عندها قانون مغير على المدرسه اللي قبل منها، تقدر تطيح فيه كامل اونلاين، تقدر تطيح فيه كامل حضوريا، تقدر تطيح في النص اونلاين والنص حضوريا. كنوضح الكلام ديالي وكنعاود الكلام ديالي، ماشي تجيب 30 ساعه ما عندك حتى شي شهادات تدفع لهم بان خصك تبدل الاوراق ديال ريغو سوسيال، امبوسيبل ما كايناش. خصك ضروري الكورس اللي غدير تشد عليه واحد الشهاده مهنيه، تشد عليها واحد سيرتيفيكا بروفيسيونال باش كتدفع للدوله، باش الدوله كتشوف الالتزام اصلا انت اللي غتدفع ريغو سوسيال، كيطلع لهم في السيستم بان انت درتي ريغو بارا فورماسيون، وملي كتصور الترخيطه ديالك كيطلع لهم بان انت درتي التزام بواحد الكورسو. نينا فريد ديك الكورسو ما درتيش فيه بدلتيه، كيطلع لهم بان بدلتيه فاميليار قريب لونو باسانادا، غير هو خصهم يعرفوا بان انت دفعتي لهم الشهاده والكورسو فيه القانون 60 70 80 وباسانادا بحال ما فيه بسوايع. غير هو ملي ساليتي ديك الكورسو هزيتي واحد الشهاده مهنيه من واحد المدرسة معترفة من الدولة. نعاود كلامي، راه ما تجيش ديت كورسو في 40 ساعة ولا 100 ساعة ولا 50 ساعة وتقول لي الطنجاوي انت عطيتينا الأخبار غلط. خاصك دير كورسو، وقبل ما ديرو سول المدرسة. الناس اللي كدير كورسو اللي باغا دير كورسو فيه غير 60 70 80 ساعة، كاين الكورسوس ديال النجارة، كاين الكورسوس ديال السدور، كاين ديال الفلاحة، كاين ديال الكماريرو، كاين ديال الحلاقة، تقدر دير 70 ساعة 80 ساعة 200 ساعة 150 ساعة. ولكن افتح ودنك، هاد الكورسو هذا ما تجيش ديرو تقول لي انا درت كورسو فيه 50 ساعه، هي الدوله قالت لك انا حيت 200 ساعه. ولكن انت خصك تبني واحد الحاجه على العقل ديالك، راه ما يمكنش تجيب واحد الكورسو فيه 50 ولا 60 ساعه وملي غتسالي ما يعطيوكش واحد الشهاده مهنيه، راه ما عطاوهالكش، راه ما تقولش راني درت الكورسو. باش نكون معاك في الواقع، راه الا ما درتيش واحد الكورسو شحال ما كان فيه بسوايع، هما ما داروش الشرط، هما حيدوا 200 ساعه ولكن ما عطاوش واحد العدد السوايع، قالوا لك اي كورسو ديرو خصك تدفع بديك الكورسو واحد الشهاده مهنيه. ساليتي الكورسو خصك يعطيوك واحد السيرتيفيكادو بان انت هزيتي هذا الكورسو، عندك الحق تخدم عليه وراك مؤهل تخدم به. ماشي تجي انت تمشي سران خيريه تقول للموظف راني درت واحد الكورسو بغيتك تدفع لي عليه، لا سيرتيفيكادو ما كانش سيرتيفيكادو، ما كاينش حاجه سميتها ريغو بارا فورماسيون، ولا مشيتي تخسرتي الوراق ديالك ريغو بارا فورماسيون ما عندكش الحق تعاود دير ريغو بارا فورماسيون المره الثانيه من بعد 3 سنين. كنهضر على ريغو بارا فورماسيون من بعد 3 سنين، ولكن ولا دبرتي كونتراتو تقدر تقلب على ريغو سوسيال ملي تكون عندك 3 سنين قانونيا ملي تخرجي اسبانيا. يعني تفهمنا دابا، الكورسو ماشي نتايا اللي كتختار، المدرسه اللي كتختار لك شحال من نهار تقدر تقرا اونلاين، وماشي بخاطرك انت اولا واحد اخر. علاش هادشي اللي دارت الدوله دارته فافور المدرسه؟ حيت المدرسه عليها ضغوطات بزاف، ماشي حنا ما عندناش الوقت. داكشي اللي قال الوزير اسكريبا بان المهاجرين يقدر يقدروا يقراو مثلا فين دي سيمانه في سيمانه كيكونوا خدامين، هادشي عارضوا له في هادشي هذا. يعني خصك تقرا حضوريا واونلاين، هذاك الشيء المدرسه اللي كتحكم فيك. بحال الخدمه، الخدمه كاين اللي كيقرا مثلا خدمه، افتح ودك معايا، الخدمه كاين اللي كيكون عنده الطرنو ديال الليل الصباح والعشيه، داكشي اللي غايديروا معاك. هاد السيمانه يكون عندك مثلا 3 ايام حضوريا وواحد النهار تكون اونلاين، وهاديك نهار اونلاين ماشي كيكون عندك الورقه فوقاش تقرا اونلاين، لا هما كيتحكموا فيك، كيكون عندكم واحد كونتاكت مع المدرسه كيتحكموا فيك كما بغاو. يعني خصك تصبر تدوز الكورسو ديالك لينا فريت فيه 50 ساعه. خصك ملي تسول بان عطاوك الكورسو فيه 50 ساعه قول لهم واش ملي غنسالي تعطيني واحد الشهاده بروفيسيونال، قالوا لك سي سني في ديك الكورسو دير، قالوا لك نو سمح فيهم شي يدير كورسو اخر. لينا فريت الانسان ما خدامش في اسبانيا باغي يدير ريغو بارا فورماسيون، النصيحه ديالي دير كورسو شحال واخا يكون فيه 250 ساعه 280 ساعه، غير ديك الكورسو يكون صحيح مع اللي غتساليه، حتى ولا مشيتي قلبتي على الخدمه ما يبقاش فيك الحال. علاش ولا قلبتي على الخدمه ما يبقاش فيك الحال؟ علاش عندك واحد الكورسو محترم فيه سوايع بزاف تلقى الخدمه. يعني دابا غنمشيو للموضوع اللي هو مهم، واحد الموضوع اللي هو مهم. هذا الموضوع هذا بزاف ديال الناس فهموا كذلك بالغلط، فهمت لكم السوايع وفهمت لكم السوايع وفهمت لكم شنو كيقولوا للكورسو، وفي الاخر اجيو لكم كومونتيرات بداو تقولوا لي ما كاينش هادشي ما كاينش، الطنجاوي فهمني خويا ولا اختي.
فهمني حيتاش انا كنفهمكم، ولكن ملي كنمشي للكومونتيرات كنشوفكم كتكتبوا ديك الشيء العكس اللي كنقول انا، بان كتكذبوني وكتقولوا شي حاجه اللي ما قلتهاش. النقطه اللي اساسيه، لنفرض درت انا مثلا الكورس ديال الاوبرا، اوبرا شنو فيها؟ ملي كتدخل دابا انت، نفرض دابا دخلتي عندي الدار، عندي الدار فيها الضو، فيها الجليج، فيها القفص، فيها بنتورة، فيها مارمو، فيها الماريو، فيها الكاما، في اي حاجه متعلقه في الدار، جيب بري كونتراتو ديالو ودفع بها. درتي بنتورة وساليتيها، بغيتي تجيب كونترات بنتورة ما جبرتيهاش، تقدر تجيب كونتراتو، اسمع مزيان، ديال الضو، جيب بري كونتراتو ديال ماريوس ديال النجاره، كتبريباري ماريوس، هذيك ماريوس ديال الكوزينه، روينه كلشي. تقدر تجيب كدير القبس، تقدر تجيب كدير غاستالاسيون ديال الضو، غاستالاسيون ها كتحفر جوه استالاسيون ديال الضو، داكشي بالعقل، جيب بري كونتراتو ديالو تبدل. تعاود لك معايا مزيان في داريرو عاوتاني، حتى هو يعني كنقول لك شي حاجه اللي قانونيه، واللي كيتحداني واللي كيكذبني يدخل عندي البريبادور انستغرام طنجاوي اوفيسيال، غادي نصيفطها له. هذيك خمسه د الوراق اللي مصيفطينهم استراخيريه غنصيفطهم ويترجمهم ويقراهم، او لا اجي عندي اليوتيوب طنجاوينو اجبرهم. درتو في اخر فيديو من هنايا ساعد ما كان غنطلع فيديو راه عندي مونتي وغتفهموا كلشي. ملي كنهضر معاكم خصكم تفهمون. عندك بينتورا، درتي كورس ديال بينتورا مثلا، اولاد لبني، اولا درتي ديال النجاره، اولا ديال السدور، السدور حتى هو راه داخل في الدار، السدور، نجاره، بينتورا، جليج، هادو فاميليار، مكتوب في القانون الاخر وفي التعديلات الاخرانيه كورسو فاميليار، يعني واحد الكورسو قريب الكورسو اللي عندك نتايا. البني يعني ما تمشيش دير لي انا الكورسو ديال الفلاحه هكا تغرس نعناع عرق صبور وتجي تدفع ليا ديال بينتورا وتقول لي راه الطنجاوي قالها ليا. انا ما قلت لك حتى شي حاجه انايا، انا قلت لك فاميليار، فلاحة عندها علاقة بالغازون، عندها علاقة بالجرادي، عندها علاقة بزاف الحوايج هي بوحدها. عاود ولا درتي كورسو فلاحة، أولا درتي كورسو ديال الجرادي كتصايب الجار، جاردات وداكشي، خانديري وداكشي، هادي كذلك تقدر تبدل في الفلاحة، تبدل بزاف الحوايج. ولكن بحال مثلا كوزينة، عاود كوزينة، كوزينة مثلا درتي كوزينة مثلا كتخسر الطباسات، أولا كدير ليمبيسات كوزينة ولا شي حاجة، هاديك تقدر تبدل كماريرو بري كونتراتو ديال كاماريرو، بري كونتراتو ديال ليمبيسا، كونتراتو ديال بري كونتراتو ديال مثلا ديال العصاره، ديال اي حاجه متعلقه بالماكله، بالكوزينه، بحال القهوه، بحال الفران، كلشي متعلقين بباديتهم، هادشي تقدر تجيب بري كونتراتو تبدل بها. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ انا مزوج، واش فهمت؟ انا كنهضر دابا شي حاجه اخرى في اللايف الجاي، كنهضر دابا فقط على الريكو بارافورماسيون. الاخوان اللي فاهم الكلام ديالي الله يرحم الوالدين كلشي يقول سي، اللي ما فاهمش يقول لي نو باش نعاود نشرح، ولكن بزاف الناس ما فاهمينش. وتكيو في بانطاي الله يرحم الوالدين، تكيو في بانطاي الاخوان كاينين الناس باقي ما فاهمينش. الاخوان الله يحفظكم، ديروا سي اللي فاهمني والله يرحم الوالدين، بارطاجيو اللايف، والله الا كاينين الناس باقي ما فاهمينش، كاينين الناس باقي ما فاهمينش، الناس اللي كتفهم، كاينين الناس اللي باقي ما فاهمينش، وكاينين الناس اللي ما طلعلهمش اللايف، وكاينين الناس اللي كيغلطوهم بزاف، باش نطلعوا الناس. يلا الاخوان يلا كلشي بارطاجي باش نطلعوا الناس، كلشي بارطاجي باش نطلعوا الناس، يلا الاخوان كلشي بارطاجي باش نطلعوا الناس. الاخوان يلا يلا يلا، راه اللايف شاعل والحراره، ولا ما نقول لكم خليها هكذاك وصافي، طلب السلامه والله يسر وصافي، راني حراره اليوم، طلعني عافاك، كلشي غنطلعكم، ولكن بشرط 5800 قلب حشومه الاخوان. ومن الصباح وانا كنعطيكم معلومات، شي هاد القليبات هادو هما اللي كيطلعوا اللايف، هاد القليبات هادو ما حدك انت كتسكيف بانطايا، ما حد اللايف ديالي كيطلع، وكيجيو عندنا الناس جداد، والناس كيعطيونا المعلومات، والناس كيشكيونا المشاكل اللي كيطيحوا فيها باش كتستافدوا منهم نتوما ما تطيحوش فيهم. خويا الطنجاوي نسولك، دفعت لا سي مشا كوموندي، دفعت في سراغوسا على سراغوسا خويا ما بين شهر حتى 3 شهور، يعني يقدر يجاوبك ما بين 20 يوم، 25 يوم، 30 يوم، شهر ونص، شهرين، يعني قبل 3 شهور. الاخوان اللي عزيز عليه الطنجاوي واللي كيستافد من معلومات من عندنا، حنا كنجيبو هذاك الشيء اللي كنعرفوه. اللايف هنايا بغيت توصل واحد 40 ولا 50 الف قلب هنايا، كاع اسبانيا كاملين غيبقى يطلع لهم هذا اللايف. علاش؟ حيت هذه البلاصه هذه انتم اللي كتحكموا فيها الاخوان، الناس اللي عندها المصداقيه مع الطنجاوي هما اللي كيتحكموا في هذه القريبات هذو، يبارطاجوا
والمعلومات اللي عندي راه كنعطيها لكم، راه ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه غير هاد البلاصه هادي. بغيت تفرتج الله يرحم والدين، طلعني عافاك، كلشي غنطلعكم يا الاخوان. كنوعدكم كاع الناس اللي مسيفتي لي غنطلعكم واحد بواحد، غير بشرط فرقعوا هادي الله يرحم والدين، فرقعوا هاد البلاصه هادي. بغيت تفرقع هادي، بغيت بوم تفرقع. قال لك خويا الطنجاوي يلا بارطاجيو. والنقطة الثانية، عندكم يعميكم الشيطان، كاين الناس كتقول لك غندير ريكو بارا فورماسيون وغنتقدم لهم ماتريكولا وما غنقراش، راه غيحيدوا لك ديك الوراق وما غتدفعش في ديك الوراق وغتنسى شي حاجة سميتها ريكو بارا فورماسيون لمدة 3 سنين من نهار اللي داروا لك الرفض. غتحسب 3 سنين عاد تقدر دير ريكو بارا فورماسيون أولا دير ريكو سوسيال ولا جبارتي كونترا. يعني دير الكورسو ديالك راه تستافد منه، دير الكورسو ديالك راه تستافد منه. يلا الاخوان يلا الاخوان، ها هي 10000 والله الا نتوما مصداقيه الاخوان، نتوما كاينين الجيش الطنجاوي الجيش الخفاء كاينين الاخوان. يلا 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 بارطاجيو 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 بارطاجيو. ونهضروا دابا على بري كونتراتو. مثلا لنفرض انا ساليت وجبرت كونتراتو، شنو خصو يكون فهاد كونتراتو؟ كونتراتو تقدر تجيب بري كونتراتو واخا تكون تيمبورادا. مثلا انا درت مثلا البني وهاد خانا اللي نخدم معاه كيخدم غير تشابوس، مثلا عنده هنايا غيخدم شهرين في هذه البلاصه هذه، فهاد الخدمه هذه فيها شهرين، غيدير ليا نخدم معاه شهرين مثلا شهرين، ولكن غيدير ليا ديك شهرين كيتسمى فوقاش ما جاتو شي خدمه يعيط ليا، هذيك شهرين يعطيها ليا ويدير لي 1080 اورو في الشهر، 1080 اورو في الشهر، ويدير ليا فيها ما بين 30 و 40 ساعه في السيمانه. غنبدل الوراق ديالي دعامين ديريكت، ما كاينش اللي يهضر معايا، الطبيب ما يحيدها ليش. وثاني حاجه اللي عنده الدراري خلقوا له هنايا، انا كنهضر على الدراري اللي خلقوا في اسبانيا، اللي عنده الدراري خالقين في اسبانيا، اللي عنده الدراري الصغار خالقين في اسبانيا وبغى يدفع الريغو سوسيال من بعد الريغو بارا فورماسيون او لا قبل الريغو بارا فورماسيون. اللي بغى يدفع الريغو سوسيال او الريغو بارا فورماسيون وعنده الدراري صغار، كيطلبوا لك غير 4 سوايع في النهار، كيطلبوا لك 20 ساعه في السيمانه. ساعدنك معايا، ولكن خصك تقدم عقد جديه الوراق ديال الدري بان عندك الدري هنايا خلق هنايا. هذه النقطه الاولى، ونزيد نصحح عليها ونحط عليها النقط. اللي هنا في اسبانيا عايش اسبانيا وخلق له الدري هنا في اسبانيا، افتح ودنك معايا وبارطاجي 12000 قلب. تحياتي لكم، راكم كاينين الاخوان كاع اللي كيتكيف بانطايا كيطلع ليا اللايف انفجر، بغيت هاد القليبات ينفجروا، راه كلشي السميه اللي كيتكيف بانطايا كيطلع لي السميه ديالو. اللي عنده الدري خلق له هنا في اسبانيا اولا الدريه، وخص يكون واحد الطرف واحد يكون عنده الوراق، خص واحد يكون عنده الوراق، واخا ما يكونش عنده واحد الوراق ما كاينش مشكل، ما كاينش مشكل هو باس انا، غير هو خلق لك الدري هنايا ومشيتي تدفع ريكو بارا فورماسيون وجاوبوك فتح ودنك معايا وقلبتي على بري كونتراتو، جبرتي كونتراتو فيها غير 4 سوايع في النهار، ما كاينش كاع مشكل، حيت انت عندك الحق تدفع غير 20 ساعه في السيمانه. اختي ولا خويا عندك الحق تدفع بري كونتراتو فيها غير 20 ساعه في السيمانه. نينا فريد مثلا انت لقيتي خدمه حقا صحيحه وعطيك 7 6 ساعات في النهار، نو باس انا ده زايدين فيك، انا كنقول لك ولا تزيرت عليك ونهلا يزرع على شي مسلم، تبغي غير 4 سوايع في النهار يعني 20 ساعه في السيمانه. والاخوان اللي كتابونا تحياتي لكم، و 15000 قلب طالعه هنايا، تحياتي لكم. وانا كنقول لكم شي حاجه واقعيه، والكورسوس راه كاينين ناس دخلوا جدادين دابا، نعاود نشرح لكم. الكورسو تقرا اونلاين وحضوريا، المدرسه اللي كتحكم فيه ماشي انت، المدرسه اللي كتحكم فيه تقدر تقرا واحد نهار في السيمانه اونلاين او جوج واحد يومين في السيمانه تقراهم اونلاين، حيت انت غتقرا الكورسو ما غتقراش كامل اونلاين ولا كامل حضوريا، غتقرا اونلاين وحضوريا، شويه هيدا وشويه هيدا. انا كنثبتها ونعاودها، وهاد الكلمه راه ما يقولها لكم حتى شي واحد، انا ما كانت شي حاجه صحيحه راه ما نحطها لكمش هنايا. وكما كتعرفوا ولا جيتوا وجبرت دابا غتطلعوا غتدخلوا على القناه ديالي هنا في التيك توك، غتطلعوا اول فيديو اللي عندي مقترح من فوق، وغتشوفوا التاريخ فوقاش هضرت على ريكو بارا فورماسيون، كانوا باقي ما كيهضر عليه حتى شي واحد، هضرت عليه مازال يلا اقترحوا البرنامج، مازال حتى مازال حتى ما خرجش. واللي باغي يتاكد خويا ولا اختي دخل هنا الصفحه ديالي ديال التيك توك، دخل الصفحه ديالي كيف التصويره، وغتشوف اول فيديو معلق هضرت انا على ريكو بارا فورماسيون، باش نقول لكم اللي كاين. وملي كنقول لكم شي حاجه انا ما كنجيش ونهضر، كنعطيكم شي حاجه اللي تستافدوا منها، حيت انا ما عنديش الربح. واحد انا في الغربه عنده مسكين 5 سنين، نجي انا نعطيه معلومه غلط ونفرحه في الاخر غيتقمع، في الاخر انا ندي الدعوه. قال لك 40 دعوه د واحد مختفي او لا 40 دعوه ديال انسان غائب راه جايزه، راه الله يسر بلا ما نقول لكم. يعني خويا ولا اختي الله يسهل على الجميع والله يوفق الجميع، وما تبقاش تتبعوا الهضره بنادم. شوف باغي دير شي حاجه ما تسمعش بنادم، اي واحد في التيك توك ما كنهضرش على اي واحد في التيك توك، نو كاينين الناس عندها مصداقيه، هما
كتجيب اخبار زوينه، كاين الناس كتسهر على مواضيع الهجره، على الدراري اللي ما عندهمش الوراق، ولكن انا كنهضر فقط على هذوك اللي كيجيبوا لكم اخبار غلطه غير باش يطلع المشاهده. انا ما عندي ما ندير المشاهده، انا فقط كنقول لك بارطاجي باش تطلع المعلومه لواحد اخر مسكين اللي ما عرفوش. انا كنبقى نتسارى في التيك توك، كنبقى نجمع شحال من واحد داير اللايف، بنادم ما كنعرفوش داير اللايف كيغلط بنادم بزاف الموضوع. يا اخو منين نفرض، منين نفرض غنهضروا دابا على الناس، كاينه الناس هنا معانا باقي ما دفعتش، منين نفرض انت يا دابا باغي تدفع مثلا ريغو بارا فورماسيون، وكتسول بنادم انا عندي بروفات وشهادات السكنه واش نقدر ندفع؟ عندك الحق تدفع، حيت اصلا في القانون الهجره ما كتبينش خصك تكون عندك عامين ولا 3 سنين ديريكتوم شهاده السكنه، كيطلبوا لك الشواهد او كيطلبوا لك بروفات كيثبتوك بان راك هنا. وشنو هما هاد البروفات اللي خصهم يكونوا هنايا ويثبتوك بان راك حقا كنتي في اسبانيا؟ الشهاده ديال الطبيب بانك تمشي للطبيب كل 3 شهور ولا 4 شهور تاخذ ديك معايا، وتكون عندك مثلا واحد الورقه ديال مشيتي للقنصليه المغرب جيتي شي ورقه حتى هي كدير الامبوستيل كترجمها حتى هي جايزه، القنصليه ديال المغرب جايزه البروفا ديالها كوزو بهم الدراري ريكو بارفورمانس نفس ريكوسا. الشهاده السكنه ديالك تكون فيها مثلا غير 3 شهور 4 شهور الاخرانيه، واللي قبل منها كاملين بروفات، ما بين بروفا بروفا كاين 3 شهور 4 شهور جايزه. يعني ملي كنهضر لك على البروفات ما كنهضرلكش انايا على الكارطه ديال التليفون هذوك اللي كيقولوا لكم شري غنمره التليفون بسميتك. بروفات هنايا خصك تكون عندك الورقه ديال الطبيب، ومره مره كتخرج شي ورقه مثلا من كتمشي مثلا غير شنو السميه ديالها لابورمو ديال 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 يا خور، كدير لابورمو ديال 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 المترو ديال الطوبيس، هذاك حتى هو بروفا. ولكن ولا كثرتي البروفات ديال الطبيب وتقوسي كل 3 شهور 4 شهور كتمشي للطبيب غير هادو بوحدهم، وضربتي عام ونص كامله ديال البروفات ديال الطبيب، ومشيتي سمع مزيان وفتح ودنك معايا، ومشيتي درتي شهاده السكنه في 3 شهور الاخرانيه ولا في 5 شهور الاخرانيه، وكملتي عامين ودفعتي ريكو بارافورماسيون، يجاوبوني ولا ما يجاوبونيش؟ غادي يجاوبوك اخويا، وكنتحدى اي واحد سوا ولا كان عندك غلط في شي ورقه. والناس اللي كتعطي الوراق ديالها للمحامي، المحامي تكلف لها، كناكدها عليكم ونعاود ناكدها دائما، راه كاينين بعض المحاميين ما كيعرفوش بالضبط شنو هما الوراق اللي خصك تجمع، يقدر المحامي يدير لك غلط فاش، يقدر انت خويا ولا اختي تعطي للمحامي ولا المحامية ولا شي خيسطو رايده تقول له خليني من التيك توك، كاينين الدراري في التيك توك كيعرفوا هادشي ديال المهاجرين كيطلبوا لهم الوراق معوضين، كاين بعض المحاميين اسبانيول ما كيعرفوش اللي غيدفعوا، عندهم قضايا كبار هما هادشي غير كيشد ملف وكيغمض عينو كيحطو. يعني دائما ملي تبغي تدفع شي ملف ما تقولش لديك المحامي ولا الخيسطو، ما تقولوش انت جبد ليا كورسو، نعاود ناكدها، ما تقولوش انت جيب ليا كورسو، نعاود ناكدها، حيت غيدير لك شي كورسو ما عنده حتى علاقه وغير فضولك الوراق وما غتعرفش السبب، والسبب من المحامي اللي دفع لك ماشي انت، حيت انت جبتي شهاده سكنه فيها عامين، جبتي وهاديك يا ديك لوستيريكو ديال شهاده سكنه فيها عامين، اولا جبتي عام شهاده سكنه ولا 5 شهور شهاده سكنه اللي باقي بروفات، وجبتي حسن استلام من المغرب فيها لا شيء او من الجزائر ولا من تونس. انا كنهضر على مهاجرين كاملين اللي كيفهموا اللغه ديالي، ما كنهضرش على المغاربه او الجزائريين ولا التوانسه، انا كنهضر بصفه عامه اللي كيفهم اللغه ديالي. يعني بغيتي دير واحد الحاجه دائما المحامي اكد عليه الكورسو انت جيبو او لا طلبو من عند اي تما اي لوكوتوريو كيكون في الحومه ديالك، قول له يدخل لك الصفحه الرئيسيه ديال المدرسه اللي كاينه قريبه ليكم تمايا، غيشوف شنو مطلوب عندكم في ديك المدينه، كيشوف الكورسو اللي مطلوب كيطلبو ماشي عشوائي، كيخرجو كيسجل لك السميه ديالك كلشي ديالك كيخرجو كيعطيه لك فيه المعلومات ديالك فيه كلشي. اي تحياتي لك خويا مراد بلوك، تحياتي يا خويا العزيز، كيبدل لك كيدير لك المسائل ديالك وكيدير لك كلشي باش نهار اللي كيعطيوك فابورابري اصلا غير باش تعرفوا فتح ودنك معايا، راه ما كنرطعوش يدنا، راه القنصليه او الموظف في القنصليه اول حاجه ملي كيشد الناس اللي دفعوا ريكو بارا فورماسيون شنو كيشوف؟ اول حاجه كيشوف الكورسو، كيدخل الكورسو كيتواصل مع المدرسه اللي دارت لك اللي درتي معاها هذيك السميه اللي تسجلتي معاها، وفتح ودنك معايا، اول حاجه كتشد الكورسو ديالك كتدخل تقرا السميه المدرسه، كيتواصلوا مع المدرسه بالايميل ولا ما عرف به شي حاجه، المهم كيتواصلوا معاها مباشره، كيعرفوا واش انت حقا كاين عندهم ولا ما كاينش عندهم، ولا جبروك عندهم ما عندهمش مشكل هما يجبروك بان ديك الكورسو فات عليه التاريخ كاز، خصهم يعرفوا كي حقا انت سجلتي في واحد الكورسو كاين، ما يقول لي يجي واحد يقول لي راه فات لي الكورسو، واخا فات لك الكورسو راه نهار اللي يعطيوك فابورابلي تبصم تمشي تبصم، ولا تعطي تقدر يعطيوك فابورابلي تمشي تقرا يقدر تبصم، بحال دابا اللي جبر بصمه تقرا من يمشي يبصم ويمشي يدير الكورسو ديالو، ولكن
حذاري الناس اللي كتدفع لهم محامي وكيدفع لهم الكورسو عشوائي. راه كاين بعض القنصليات وبعض الموظفين ما يعقلوش عليك، كيعطيوك نو فافورابلي باش حيت الكورسو ديالك انت غامسجل 600 كورسو وعاطيهم واحد الالتزام وهمي. يعني حنا عارفين بان ملي كتجبد واحد الورقه من الانترنت، هذيك الورقه كتجبدها من المدرسه، كتدخل باج المدرسه كتجبد التاريخ اللي نزل فيها ديك الكورسو والسميه ديك الكورسو وشحال فيه مسوي ديك الكورسو وكتدفعها في التزام. يعني ماشي الكورسو الاصلي غتقرا او لا، ماشي راك مسجل غتقرا ديريكت، مهم جايب واحد الالتزام كتوعد به مثلا السترانخيريا بان انا غادي ندير هاد الورق غادي ندير هاد الكورسو. حق ملي كيجبروا بان ديك الكورسو ما كاينش عندهم في المدرسه كيعطيوك نو فافورابل، وهذا الشيء طاحوا فيه الدراري اللي دفعوا عند المحامين. فتحوا ودنكم معايا، راه كاين شحال من واحد كيعز 3 اورو يمشي يعطيها لوكوتير ويخرج له شي واحد كورسو، يخرج له شي كورسو من الانترنت مزيان، كيعز 3 اورو ولا 5 اورو وكيمشي يخرجه هو، كيخرج شي حاجه ماشي هذيك غير راسو من الانترنت، كيمشي يدفع كيعطيوه نو فافورابل. ملي كيدور يدور يدور يقول لك والله ما عرفتش باش رفض دوريه، راه ملي كيعطيوك نو فافورابل خصك قبل ديك خصك ايامات قليله خصك تعاود تدفع لهم. والنقطه اللي هي اساسيه، الناس اللي ما كانوش كيجبروا الكورسوس، وكاين بعض الناس دابا جابرين الكورسو غيبداوهم شهر 7 وباغيين يحيدوه باش يديروا الكورسو ما فيهش سوايع بزاف. اتونسيو، تجربتي في الكورسو فيه سوايع بزاف قراه، راه الموظفين في سترانخيريا ما كيقطعوش يدهم. انا كنقولها لكم، انا غير كنحذر بنادم باش يرد باله، سترانخيريا ما كيقطعوش يدهم. راه ولا شافوك بديتي كورسو من كورسو من كورسو، هذيك الكورسو راه كاين، نتايا بغيتي غير تبدل الكورسو صغير يقدر يعطيوك نو فافورابلي. تسجلتي درتي كورسو فيه 200 ساعه كمل في كورسو فيه 200 ساعه، باقي ما تسجلتي في كورسو كتقلب على كورسو باش تدفع ريكو بارا فورماسيون، دفع خرج ديك فافورابلي. ما جبرتيش ديك الكورسو هذاك داز عليه التاريخ، من حقك دير كورسو شحال فيه مسوايع يكون فيه غير يعطيوك مثلا ديك الشهاده بروفيسيونال. يعني ودنك خصو يكون دائما اتونسيو، وما تبقاش تسمع بنادم الهضره ديال بنادم. راه كاين بنادم جالس كيقول له صاحبو ايوا صافي ايوا صافي الصات عاش غتدفع ريكو بارا فورماسيون، ايوا صافي انا ندفع نمشي نقرا. هذا ما خدام ردام، هذا اللي كنهضروا عليه ما خدام رد، غير مثال لما كنعرف حد، ولكن هذا الشيء واقعيه. اي مثال بنادم بيني وبينكم، انا بغيت ندير المستقبل ديالي في اسبانيا، مثلا نبقى نستنى حتى نكمل 3 سنين، انا نينا فريد كاع عندي 3 سنين ما جبرتش بري كونتراتو. علاش؟ حيت هنايا العرب ديالنا كيسفوا الدم ديالنا. يعني كاينين بعض الناس، كاين بعض العرب صراحه والله تيعطيك كونتراتو والله ما يشد منك شي حاجه، ما يشد منك والو، خلاص تيقولوا ديالك ولا داكشي ديالك اللي غدير معاه تفاهم معاه صافي. ولكن النقطه اللي هي اساسيه، ملي كتدفع الريغو سوسيال قبل ما دير، كتكون الانسان اللي غيدفع الريغو سوسيال بلا ريغو بارا فورماسيون ما خصوش ريغو بارا فورماسيون، خصو يفتح ودنو معايا. خصك دير لي فورمي، لي فورمي كيبقى 6 شهور يقدر يعطيوك نوفالي، يقدر يعطيك نو فافورابلي، يقدر يرفضوا لك لي فورمي ديالك، يبقى 6 شهور يرفضوه لك. الخيفي ديالك ما خصش تكون كتسالو الدوله حتى اورو، كنهضر على الناس اللي غتدفع ريغو سوسيال مباشره بلا ريغو بارا فورماسيون. انا غنجيكم دابا ملي يكون عندك ريغو بارا فورماسيون شنو هما الحاجات اللي هما زوينين. لنفرض انا عندي غير ريغو سوسيال، خصني كونتراتو تكون فيها انديفينيدو، تعاودنك كونتراتو انديفينيدو، هذا الناس اللي عندهم ريغو سوسيال ديريكت، راه كرفسونا حنايا كونتراتو انديفينيدو. دفع لي فورمي لمده 6 شهور عادي يجاوبوك، على حساب مدينه مدينه، كل مقطعه عندها السيستم ديالها، كاين 5 شهور 4 شهور 3 شهور غيجاوبوك، يقدر يعطيوك نو فافورابلي. الخفي ديالك ولا ما عندوش المدخولات كامله اللي يقدر يخلصك بها ويخلص، ولا عنده شي خدام اخرين، راه يعطيوك نو فافورابلي. نينا فريد كاع قبلوا لك لي فورمي، يعطيوك لي فورمي ديالك، وخصك تجيب حسن السيره وروينه داكشي كيكون عندك ديجا، ولكن غتدفع سترانخيريه. استنى 3 شهور 4 شهور، نينا فريد قبلوا لك فافورابلي مثلا في هذيك في لي فورمي، يقدر يعطيوك نو فافورابلي في سترانخيريه. علاش؟ سترانخيريا غيدرسوها بالطريقه ديالو معاود. يعني في الريغو بارا فورماسيون ما تحتاج لا حسن السيره، ما تحتاج لا لي فورمي، ما تحتاج لا كونتراتو انديفينيدو، ما تحتاج لا شيء من هادشي هذا، فقط باسابورتي ديالك مصور كامل، وهذيك الترخيطه اللي عطاوك ديال الريغو بارا فورماسيون فوتوكوبيز ديالها، وفقط حسن السيره ما تحتاجهاش، وبري كونتراتو ديك الميدان اللي درتي به الكورسو. فقط فقط فقط. نينا فريد انا درت الكورسو وجبرت ديال بني، مثلا درت بني وجبرت ديال بني في غير جوج ساعات، وانا خسري 40 ساعه في السيمانه، انا جبرت في السيمانه غير 20 ساعه، مين غنجيب؟ كيطلبوا هما ما بين 30 و40 ساعه، انا جبرت مثلا في هذا الميدان اللي درت به كورسو انايا جبرت فيه غير 20 ساعه.
يعني الميدان اللي كنهضر عليه هو السدور، كنهضر على بينتورا، على القفص، كنهضر على النجاره، هادو كاملين ما جبرت فيهم كونتراتا، ولكن جبرت كونت بري كونتراتو، جبرتو مثلا في الفلاحه جبرت فيها غير جوج ساعات في النهار، 5 ايام يعني 5 10 ساعات، يعني باقي خصني 20 ساعه ولا 25 ساعه. هاد 25 ساعه تقدر تجيبها واخا من الفلاحه، واخا من القهوه، من اي موطه. علاش؟ حيت هما قالوا لك خصك تجيب هنا بريميرا، تكون بري كونتراتو على الكورس اللي درتي عليه التزام ودرتي وهزيتي عليه واحد الشهاده بروفيسيونال. افتح ودنك، الشهاده بريفوسي 30 200. الناس اللي فهمتني راها فهمتني، واللي ما فهمتنيش راها ما فهمتنيش، كنهضر بصراحه. اللي بغاني بغاني، اللي ما بغانيش نو باس انادا. الناس اللي كتبغينا راه كتبغينا، والناس دابا اللي واقفين كيتفرجوا فيا 150 واحد، حتى واحد ما كيتكيف بانطايا. يعني حنايا كل واحد كيبغي مصلحته، كاين ولا ما كايناش؟ حنايا كل واحد كيبغي مصلحته. 150 معايا واحد في اللايف، وحتى واحد ما قال زعما هذا السيد كيعاوننا، وزعما كيعطينا واحد الافاده صغيره، واخا ما كان عندي فاش نعاون انا، من غير كنستافد، كنخليك تستافد واحد شويه. ما يتكيف بانطايا ما والو. ها انت يعني نفرض تكيف بانطايا وانت كتستافد، زعما ماشي زعما كنطلب منك شي حاجه بزاف، زعما راه كنقول لكم شنو اللي كاين الواقع. ولا تخوزي دابا شي لايف ديال اسبانيو ولا شي دوله، شي جنس اخر، كيتجبروا كيتعاونوا مع باتيتهم بارطاج باش اللايف كيتعرف وكيدخلوا الناس تقدر دابا يدخل شي واحد يكون دفع القانون سالار ريغو بارافورماسيون، ودفع قانون دعامين، جاوبوه، اكتب لك كومونتي تستافد منه. يقدر شي واحد مسكين دابا تلوم تلوف كيقلب ما جبر فين يعرف شي حقيقه، هيكتب لك كومونتير او يطلع معنا في اللايف سوا تستافد منه. يعني حنايا واحد الديفو فينا ما كنتعاونوش مع باتيتنا، وسمحوا لي على هذه الكلمه، والله ما كنتعاونوا مع باتيتنا، حيت حنايا المشكل اللي عندنا هي نستافدوا من باتيتنا، وملي غنسالي من ديك الاستفاده نبداو نعايروا باتيتنا. بحال دابا شحال من وحدين هنايا استافدوا مني في اللايفات اللي فاتوا، كيقول لك شكرا الله يرحم الوالدين، وفي هذا اللايف هذا كيقول لك ما فهمتك شي. يعني انت كتبغي تفهم في كومونتير، يعني واخا كنبغي نعطيك واحد الافاده انت ما كتستافد منها، صافي كتبقى تعطي بالظهر. يعني بحال اللي ما كتبغيوش انتوما تعاونوا، كتبغي لي عاونكم يعطيكم لي واحد المعلومه، ولكن ما كتبغيوش تعاونوا. كندخل دابا اي راب انايا الله يكرم فيه 500 600 واحد، والله المعلومه اللي عنده غلط، 500 600 واحد الله يبع عنده كلشي غلط، والله ما كيبين الوجه ديالو. علاش؟ حيت عارف راسو شنو كيدير، ما كيبينش الوجه ديالو. حنا الحمد لله كنبانو بالوجه ديالنا حمار، وكنعرفوا شنو كنديروا، ولا غلطنا كنقولوا راه غلطنا. داكشي علاش كنقول لكم حنا ما كنتعاونوش مع باتيتنا، ما كنبارطاجيو باتيتنا، ما كنديروا حتى حاجه. معايا دابا في اللايف انايا اكثر من 40 ولا 50 واحد هنايا اللي ما دايرش اشتراك معايا في القناه، ولكن على ذلك يستافد. الاشتراك ما كيخلصني، ما كيدعمني، ما كيدير ليا والو، فوقاش كيبارطاجيو الفيديو، كيقترحوا فيديو باش كيدخلوا الناس جدادين باش كيستافدوا، فقط باش القناه ديالنا كتعرف، باش كيوليو الناس مساكن جداد يجيو يستافدوا. انا والله الاخوان وثقوا فيا، حتى البلاصه ديال الاربح والله ما خدمتها في التيك توك، ما عندي ما ندير بها. انا التيك توك درته مجرد واحد الموهبه كتعجبني، كنبغي نوصل رساله اللي كنعرف، اللي كنعرف فقط. انا ما نجيش نكذب عليك، حيت انا شحال من مره انا الغلط اللي فيا بعد فيديو درتهم شحال هذه ولا عقلتوا عليهم، الغلط اللي فيا هي ملي كنشوف شي مقترح دخل البرنامج كنزرب انا نطلعو قبل ما يطلعو شي واحد كيكون باقي ما طلع الجريده. يقدر يكون ديك المقترح كيتقبل، يقدر ما يتقبلش. ملي ما كيتقبلش كنولي انا كذاب، يعني نيتي انا في شكل، والنيه ديال الانسان يقول لك كذاب في شكل. المهم ما كاينش مشكل، نو باس انادا، والله العظيم اللي نقول لكم دابا النقط زوينين. خويا ولا اختي كتفكر دير الوراق في اسبانيا، دفع ريغو بارا فورماسيون، ولا كنت تجيك تجيك كونتراتو ما تخلص فيها والو، دفع ريغو سوسيال. ولا كنتي كتشوف راسك تجيك كونتراتو وانت عندك 3 سنين وكونتراتو غتخدم فيها ماشي تخلص سيكور ولا تشريها، سير. والنصيحه ديالي ما بقاتش شي حاجه سميتها شري كونتراتو، انا ما كنشجعش عليها وما كننصحش عليها. الاخوان بغينا شي 200 واحد في اللايف هنا، ولا بغيتو تسكيو في بانطايا بالزربه باش يوصلوا واحد 200 الناس معنا في اللايف. كونتراتو كما سمعتوني الاخوان ديالي، كونتراتو ضروري خصها تكون بري كونتراتو، ماشي كونتراتو، ولكن في الريغو سوسيال خصك كونتراتو. ها انتوما شوف اغلبيه الناس اللي استافدوا خرجوا من اللايف، كرحت اغلبيه الناس اللي استافدوا خرجوا من اللايف. الديفو اللي فينا حنا هي انا كنوصل لكم واحد الرساله، ملي كتستافدوا كتخرجوا من اللايف، هذا الديفو الواحد. الديفو الثاني هما الناس، انا كنتسالف في تيك توك كنجبر الناس كتمشي تتفرج في اللايفات اللي كيكذبوا، سبحان الله العظيم. قال لك دائما الحق ما كينصرش حتى الاخر، دائما في الاول كيتحطم. علاش؟ حيت كاين بعض اللايفات كيعطيو شي معلومات انا كنبقى مصدوم وكنبقى غندهش،
كيكتبوا كيديروا شي حوايج وكتبان اللايف ديالهم ما شاء الله طالع. وملي كتشوفوا عندنا الحقيقه في الدقيقه ما نزوقوها ما نقصوا ما نزيدوا فيها اللايف هابط. عندي مزامني في راسني في اسبانيا. يلا الاخوان الله يحفظكم بارطاجيونا اللايف. يلا الاخوان دابا غنبداو نطلعوا الناس بالي غنبداو نطلع الناس. يلا اللي كيبارطاجي غنطلعوا، اللي ما كيبارطاجيش ما غيطلعش، واللي ما كيتسكيش بانطايا ما غيطلعش. بسم الله غادي نبداو دابا مع الاخوان. غنطلعوا شكون شكون شكون، غنطلعوا الاول الاول ها هو حميد. يلا الاخوان رونوها 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 اللي غيطلع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي لك اخويا. السلام خويا حميد، الله يحفظك خويا. شوف خليني قبل ما ننسى، حرقتي لي قلبي، خليني نهضر الله يحفظك. وعاد غنسولك كي يتقاش الحي غدو، اه واش انت شرح ولا ولا شمالي ولا اش راك تما؟ انا اصل ديالي ريف يا خويا. الله يبارك، المهم ما علينا، المهم مغربي خونا. اسمع اخي، تهضر من القلب ديالك كتبان في وجهك، ما تحتاجش والله العظيم راكم معلوم. مثلا اللي كنشوف بريفا دور كيما عندكم كومونتيرات ما يطلعلكمش نتوما، ولكن الحمد لله اغلبيه الكومونتيرات الناس زوينين، اغلبيه الكومونتيرات ديالهم بريفا دور انايا ماشي مزيانين. خويا الدراوش، شوف شوف ركز على الناس الدراوش البوفريو، ربي غيسهل عليك، ما تبقاش. الله يحفظك الله يحفظك وليدي. شكرا اخويا العزيز، الله يحفظك اخويا ريان. اللي غيهزك واللي غيحطك دوك الناس الدراوش، نهار غيدير شي حاجه على نيتو، كيما جا عندك على نيتو غيجي عندك النهار الثاني على نيتو، ما تخافش اخي. ربي الله يحفظك اخويا حميد، الله ينور. كتبان على الوجه ديالك وعلى الطريقه باش كتهضر، ما نتسناوكش حتى تحلف لينا والو. الله يحفظك اخويا العزيز. لا انا كنشوف دابا انا في اللايف كنهضر، الانسان كيسولني في الاول ملي كيستافد كيبقى يعيط. لاحظتوها انتم؟ شوفنا شوف حنا شوف حنا نعطيك يدي تعدى، ومني تشبعت عايرني، هذه معروفين حنا فيها وما كاينش المشكل. الله يحفظك اخويا. العائلات واه والعائلات وما كيتسوقوش لبعضياتهم، بقى غير اللي ما كيجيك والو اخويا الدنيا هانيه. ولا انا ما عنديش مشكله، انا ما كيضرنيش في هذا الشيء بخاطري، انا بالعكس كنشوف كنتفرج كنستافد حتى انا. دابا اللي عندي كنعطيه وكنستافد حتى من الناس كيف كيتعاملوا معك. الحمد لله ربي غيعاونك. الله الحمد لله الله يحفظك. تفضل اخويا حميد، شنو بلاصه في اسبانيا انت؟ انا اخويا في برشلونه، انا بالضبط في برشلونه حدا ماشي بعيد عليا. انا بصراحه قلت تفضل اخويا، ما هو المشكل ديال خويا؟ انا اخويا ميكانيك ياك، عندي يلا يلا كملت العام هنا، عندي باترونامينتي ديال عامين ديال اجونتامينتو راك عارفه. راك عارف مشيت باش ندبر، فاش يلا جيت اول مره حتى واحد ما بغى يعطيني شهاده السكنه، عطاتها ليا غير الدوله. ولكن باش نقول لك راه اي حاجه متعلقه بالدوله راه كتحسب بروفا عارفها. لا راه كنت واحد النهار واحد خينا طلعت عنده هنا اللايف وغلطني، قال لي ما ادي لك لا اوراق لا والو. الصباح صبحت عند البوليس كنصورهم، قال لي شكون اللي قالها لك؟ قلت لي راه فين دخلت وريتهم حتى التيك توك. انا نقول لك قال لي ما تبقاش تسنى لهذا الشيء غيرونك، راه هذا الشيء اللي كنعطيوك شكون اللي عطاه لك؟ هضر معايا نجاوبك بالتدقيق نقطه نقطه ونوريك الطريق كتمشي ليها ان شاء الله. دابا انت والله الا شحال وانا دابا غير على شي واحد بحال هكا. اسمع اي شهاده اداريه، افتح ودنك معايا، اي شهاده اداريه بروفا. الله يحميك. يعني انا قدمت الورقه ديال الطبيب فيها 3 سنين، كل 3 شهور كندوز الطبيب، ما عنديش شهاده السكنه كاع، ما يعطيونيش الوراق ما يمكنش، ولكن خصهم ضروري شهر الاخرانيه ولا شهرين الاخرانيه ولا 3 شهور الاخرانيه نقدمها شهاده السكنه. الله يبارك. والنقطه اللي هي اساسيه، ويلا انا دفعت مثلا ملي نافريد مثلا انا دفعت مثلا الوراق ديال الدوله البروفات مع رقم الدوله بالبوليس، شدوني مثلا نورمال ماشي سبورسيون، شدوني مثلا كيعطيوك واحد الورقه، مثلا انا دخلت اسبانيا شدوني في البحر عطوني واحد الورقه، مثلا انا مثلا شي نهار دار لي شي واحد شي حاجه مشيت دزت عليه الديكلاراسيون ورقه، شي واحد صيفط لي شي حاجه من بروكسل ولا من المغرب في الفلوس خرجها بنك بروفا ماشي انا صيفط وهما صيفطوا لي. مثلا انا عندي الوراق ديال الطبيب او لا عندي شهاده سكنه دارتها لي الجمعيه للدوله، هادو بروفا ولا انا دفعت هادو الدوله ورفضتهم، يعني الدوله ما كتعترفش براسها، هذا هو المشكل. بنادم غامض. الله يعطيك الصحه. دنيا يا خويا عندك البروفاس ديالك، كملتي عامين ديالك، توكل على الله. الله يلا عندي عام اخويا انا دابا، علاش طلعت عندك؟ بغيت غير نستافد، حيت واقيلا هادشي متعلق بالناس اللي ضاربين العامين مكملينها. انت ملي تكمل عامين ديالك ديال شهاده السكنه في اسبانيا، عامين شهاده السكنه ولا البروفاس نو باس، انا خصك ملي تجي تدفع تكون عندك في ديك الاخرانيه ديال الدفعه ديالك مثلا ديال عامين، يكون عندك فيها واحد شهرين ولا ثلاث شهور شهاده السكنه. غير هو انت ميكانيك، واش عندك ديبلوم او لا غير داير ميكانيك في المغرب؟ لا ميكانيك انا راك عارف ما عنديش ديبلوم، عندي شواهد ديال الشركات اللي خدمت معاهم، البي ام مرسيدس صافي، هذا هما اللي عندي.
وإلا عندك الشواهد شي شركات معروفين معترف بهم الدولة، معترف بهم، ديال معترف البي ام، العالم، ديال البي شهادة ام. أحسن. ولا كانت عندك معترف بهم غدير لهم واحد الترجمة ودير لهم أبوستيل وتمشي تخدم على ديك الكورسو، ماشي غادي تجوز حيت غادي يجوز يعطيوك الوراق، نو أنت غتقرا نفس الكورسو. حيت هنايا كيطلبوا الكورسوس بزاف، كيطلبوا بزاف الدبلومات، وكيطلبوا اي صنعه الا هذيك الصنعه اللي ما معترفاش بها الدوله. شنو هي؟ هو هذاك الكورسو اللي غديره، ما كيعطيوكش في الاخر واحد سيرتيفيكادو بروفيسيونال، هذيك ما نقولش. ومشيت واللي سولت يطلع معاه اخوك يقول شوف وريني شي مقر رسمي كيطلب خصك تجيب شهاده سكنه فيها عامين ما يكون فيها والو، وريني شي مقال اللي كيقول لك جيب لي شهاده سكنه فيها عامين ولا 3 سنين وما يكونش فيها بروفا. هو اصلا ملي كتجي تدفع لهم شهاده سكنه كيقول لك اتينا ببروفات، اعطينا شي حاجه اخرى كتثبت لك انت راك هنا. عندك يعني صح. هما شي كيقولوا ما دام السيد عنده بروفات ديال الطبيب يعني راه معانا هنايا يا اسطى. لا ورا لا والله لا العظيم انا غادفع بعامين، ان شاء بعامين او الله. لا بعد عام شهادة، بشهر شهادة سكنة بديك 3 سنين درايغو سوسيال، او لا بشهر شهادة سكنة برايغو برا فورماسيون، شهر الاخراني وشهر الاخراني، ويكون عندك اوراق الطبيب كل 3 شهور كل 4 شهور. والله تزدي القانون ديالك، انا كنهضر معاك في القانون ماشي في الله الهضره قويه. يحفظك، الله يرحم الدنيا يا الوالدين. اخويا العزيز، الله يسهل عليك. بغيتي شي معلومه اخرى ادخل عندي الانستغرام طنجاوينو اوفيسيال، كنجاوب اي واحد كيكتب لي تما. لا متخممش، الله يسهل عليك. تحياتي خويا، شكرا، الله شكرا يرحم لك. والدي، شكرا اخويا. يلا الاخوان شكون باغي يطلع دابا؟ شكون؟ كل شيء غيطلع، انا غادي في السيستيما، انا غادي اللي يطلع، اللي يطلع الاخوان اللي يطلع يستنى، اللي يطلع يستنى يحيد الصوت. أقرأ عايد بسمي اللي طلع يستنى صافي باش ما نتخربقوش في اللايف، باش اللايف ما يبقاش فيه مشكل. اللي طلع يستنى نطلع واحد 7 الناس ونبدا نهضر معاهم واحد واحد باش الناس كاملين معايا يطلعوا. اللي طلع السلام الاولاني السلام عليكم. عليكم. اللي طلع الاولاني السلام عليكم. عليكم السلام. اختي مرحبا، مروة مرحبا اختي، تفضل اختي. الله يحفظك خويا، عندي لك واحد السؤال جات على خاطرك. مرحبا اختي. انا خويا دفعت في هذا القانون ديال عامين وجاوبوني، ولكن دابا بقى ما لقيتش المدرسة وقربت تالي ليا 3 شهور ديالي. شنو بلاصه في اسبانيا انت هنا؟ انا في ويلبا. ولكن الكورس اللي درتي عليه الالتزام الاولاني ما كاينش، ما بقاش. لا هذاك الكورس هو اللي بقى الدايره ديال ريستورانتي، ما لقيتيش؟ ما لقيتش المدرسة خويا، ماشي ما لقيتش المدرسة. ما فهمت انا بالمدرسه علاش كتلقاو فيهم المشاكل، ولكن دابا الكورس سهلوا فيهم. تقدر دابا تلقى الكورس مثلا فيه 70 80 150 ساعه، ولكن قبل ما تقراه سقسي واش غيعطيوك واحد الشهاده بروفيسيونال في الاخر، واش زعما كيعطيو عليه الشهاده ولا غتقراه وصافي. ولكن راه المدرسة فين غنقرا ما لقيتش، يعني المدرسة باش غنسول المحامية تتقلب بقى ما لقاتش ليا. المهم المحاميه ويلبا. قول لها، شوف المحاميه قول لها دخلني في القانون الجديد في التعديلات الجديده، قول لها شوف لي كورس اونلاين، كورسي اونلاين مثلا، تدخل نيجان تقرا ومره مره تبقى تحضر، واخا يكون بعيد عليك. ولكني ديجا واحد الدري قيدني في واحد المدرسة، قالت لي تقراي عام عام، جاتني خويا بزاف عليا نبقى نقرا عام. علاش تقرا عام؟ علاش شحال فيه من كورسو؟ انت درت لك شي كورسو فيه سوايع بزاف، راه كاين كورسو فيه تاع عامين. لا هاد المدرسة اللي قيدت فيها ما قيدتنيش فيها المحامية، قيدني فيها غير واحد الدري بالايميل وعيطوا ليا هما. وعرفت اش غادي دير دابا؟ غتشوف اقرب مدرسه عندكم تمايا، اقرب مدرسه. سمع النصيحه هذه مزيان، غتشوف اقرب مدرسه غتمشي عندهم غتقول لهم عطيوني شي كورسو اللي معترف من الدوله، ملي غزالي تعطيوني واحد الشهاده اداريه مثلا، بحال واحد الورقه بروفيسيونال تقدر تقلب على خدمه على هذا القانون، على هذا الكورسو. اول حاجه غير انت قلب على الكورسو. دابا في الاول كانوا شرطين 200 ساعه، دابا ما كاينش شي شروط ديال سوايع. دابا الشرط الواحد هو هذيك الكورسو خصك تسول عليه واش غيعطيك واحد الشهاده بروفيسيونال، وزعما تقدر تخدم عليه ودير عليه الخدمه ديالك، يعني مؤهله تخدم به. فهمت؟ دابا المشكلة هنا في ويلبا ما كاينش مدارس بزاف، كاينه غير مدرسة في واحد البيبلو بعيد شوية تقريبا بعيد وهذيك عليا. مدرسة، هذيك المدرسة دابا تقدر تمشي عندهم ترجع عندها مرة ثانية، راه بدلوا السيستيم دابا، القانون التعديل الجديد راه وصل كاينين في جميع دابا في أي إدارة داخل فيها السيستيم، راه كاينين الناس عندهم غالب المكاتب ووصلوا لهم هذا القانون هذا، صيفطوا لهم داكشي بالإيميل، يعني التعديلات راه دخلوا الشغل عاجل، يعني تعديلات عاجلة دخلت، ماشي تعديلات تبقى مدة عادة تدخل السيستيم. راه دابا الناس، راه كاين الناس اللي دارت كورسو فيه 70 80 ساعة ولكن بروفيسيونال، ملي غتسالي غيعطيوك واحد الشهادة بأن غتقدر تخدم به مؤهل للخدمة، ماشي دير كورس وتسالي وتمشي بحالك. يعني خصك ترجع دابا للمدرسه وتسولهم وقول لهم هذا القانون التعديلات الجديده بغيت نقلب على شي كورسو بشحال ما فيه مسوايع، غير تعطيوني عليه واحد الشهاده بان نقدر نخدم به.
سول ولا شتي راسك حصلتي ولا شي حاجه. كاينين الناس اللي كيفهموا فهادشي اللي كيدخلوا في هذا السيستيم هذا. مثلا بحال دابا انا ما نقدرش ندخل نقلب لك حيت ما نعرفش في هادشي هذا، واخا نظن السيستيم بحال ماشي بنادم اللي كيقول كيدفع. كاين دابا الدراري هنا في تيك توك مكلفين بهادشي هذا، ان شاء الله انت نشوف ولا والو يومين 3 ايام. خلي لي فيديو في اخر كومنت، خلي لي كومنتير في اخر فيديو غنحط، انا غنطلع الكومنتير ديالك والناس غيدخلوا الكومنتيرات وغينصحوك. صافي على خويا الله نعطيوك يحفظك الطرق اللي غدير، الطريقه اللي مشاو بيها، واش فهمتي؟ حيت دابا خويا مشاكل بغيت في هذا نقول، الكورس. دابا خويا سالت لي دابا 3 شهور ونفرض ما دخلتش نقرا، عندي غيبلوكيو لي الوراق. انت عندك سيرتيفيكادو بانك تمشي تشوف بلاصه وكيعطيوك شي ورقه وما كتقراش، كتجبر؟ دابا المحامية هي اللي مكلفة، انا ما عمرني ما مشيت شي واخا مدرسة سولت، ولكن هي واخا كتقول لي باقا ما لقيتش لك مدرسة. واخا. دابا انت هنا شحال باقي تكمل 3 شهور؟ نعطيك واحد النقطه ديرها ومن بعد تمشي قلب على الكورس. تقريبا بقات هي 20 يوم. 20 يوم، مشي عند المحاميه ديالك، قبل المحاميه مشي عند المدرسه اللي تما في بويبلو، قول لها واش تقدر تعطيوني واحد الورقه بان ما عندكمش الكورسوس باش ندفعها بحال سيرتيفيكاد وندفعها استراخيريه باش يعطيوني واحد المده ديال شهر ولا شهر ونص نقلب على كورس اخر. هي هما يعطيوها لك وتعطيها للمحاميه ديالك تصيفطها استراخيريه، غتبقى لك شهر ونص ديك الساعه زايده، خصك ديك شهر ونص تقلب على كورس. صافي صافي خويا شكرا الله ماشي يحفظك. مشكله اختي، مرحبا. يلا الاخوان مرحبا، شكون معايا؟ شكون اللي اجى اللي فوق الاخت؟ شوف شكون. سنه، خويا سلام السلام السلام عليكم. عليكم. مرحبا اختي، تفضل اختي، الموضوع ديالك ومدينة باش نعرف المشكلة عندك. بالي انا من الباسيتي. الباسيتي، تفضل اختي. خويا دفعت الرايكو بارا فورماسيو وجاوبوني، ودابا شديت السيتا ديال التبصام، دابا راني غدا غنمشي نبصم. صيفطوا لك ديك وقيت الورقة راه برا، صيفطوها لك. صيفطوها لي عند المحامي حيت انا شاده محامي، يعني هو صافي محامي مزيان خرجها لي عطاها ليا. ودابا مزيان. المحامي لقى لي واحد الكورسو، لقى لي ديال الليمبيسا فيه 200 ساعة. انا ما عنديش مشكل نقرا 200 ساعة، فهمتي؟ واه مشيت الماندا دي بليو هاد الصباح وعطاوني واحد التراخيطة، ومن بعد عيطوا لي المدرسة قالوا لي خصك ديري معانا تريبيستا نهار الاربعاء مع 9 ديال الصباح، مع 10 الصباح. ودابا انا خايفة من ديك التريبيستا، واش غادي يقبلوني فيها ولا ما يقبلونيش، ما عرفتش. ماشي مشكل، غيعطيوك واحد الورقة غتعمرها. عندهم نيت واه وشنو النيفو ديالك القراية اللي درتي لهم انت ملي عمرتي واحد ديك الورقة المدرسة؟ دابا درتي لهم واحد. نيبيلونو نيبيلونو نورا مزيان، غيجوزوك مع الناس اللي ما كتفهمش مزيان، يعني يعطيوك واحد الورقة غتعمر فيها الاسم ديالك، تعمر فيها كيعطيوك شي ارقام مثلا بحال حساب 200 زائد 100 شحال مثلا 2500 ديك الشي الارقام ديالهم، فهمت؟ هذه قبلت هذه وانت كتضرب عمليه حسابيه وكتعمرهم وكتنزلها. صافي كتجوز واحد السيمانه واقيلا كيقدر يعيطوا لك، حيت سيمانه هو كيعيطوا. قال لي غادي يبدا 20 في شهر 6، غيبداو الكورسوز عندك شهر 6 وشهر 8 شهر 6 وقال وشهر لي 7 وشهر 9. هذاك اللي في ماندا دي بليو قال لي شوفي حتى لا ما لقيتيش هادو راه كاينين كورسوات بزاف عاد تحطو، فهمتيني؟ عرفتي علاش تحطوا؟ انا قلت لك دابا على التعديلات الجديده كاينين الكورسوز موجودين على الجهه. حيت انا قالها لي الصباح، بقيت كنقول ليه وانا ما تقبلتش في هذا وهذا، قال لي كاينين، هو قالها انا لي. كاين بان. شوف راه سهل وسهل، علاش هما داروا الاونو الثاني الثالث؟ علاش داروا هادشي؟ باش بنادم يعرف، باش بقيت بالمستوى، بنادم اللي ما قاريش مزيان اللغه ولا بنادم اللي ما كيعرفش يكتب مره، راه هما كيتساهلوا غير الانسان هو والزهر ديالو غيطيح مع شي موظف ولا شي حاجه كيكون راسيستا، فهمتي؟ غيكون خير ان شاء الله. انت تبع الموضوع ديالك ولا شتي ولا شتي راسك ديك الكورس هذاك ما يقدر يقبلوك، ولا شتي راسك ما كيقبلوك شي مثلا ما جاتش فيك النمره ديالك، صافي عيط المحامي يقول له دير لي شي كورسو يكون ما كيطلبوش واحد هما ماشي ما كيطلبوش، ما كيكونش زعما محتاج بزاف القرايه. عيط ليا المحامي قبيله، قال لي شوفي سيري عينيك مغمضين، هاد الكورسو راه باغيين الناس اللي يخدموا دابا، راه محتاجين الناس يقراو باش يخدموا، فهمتي؟ ايوا شوف هو عندك قال لي الليمبيسه وعندك النجاره وعندك البني، علاش جات كيشد الناس؟ راه المدرسه حتى هما راه عندهم المدارس حتى هما راه عارفين، عرفتي شو هو الناس اللي ما كيقبلوش؟ الناس اللي ما كيتقبلوش الميدان اللي كيكون فيه عندهم عندهم الناس موجوده كيجبروا واحد مثلا ما كيفهمش كيحيدوه، بحال اللي كيقولوا بالعربيه بلا ما نشرحوا كيسير قلب على الكورسو اللي مطلوب فيه الخدمه. صافي صافي خير هادشي ان شاء الله اختي، الله يسهل عليك. شكرا اخويا. شوف الله يحسن بغيت يعني. نسولك واحد السؤال مرحبا. اخر، انا غدا غنمشي نبصم مع 10، وشنو هما دايا الباسبور؟ وكانوا عندي واحد التصاور ديال
الباسبور صاوبتهم هنايا، واش نديها دوك؟ ماشي مشكل. وخرج ديك الطاسه، خلصتي الطاسه، خلصت الطاسة؟ عندي دابا. خلصتي 6 اورو الطاسه، الاوراق الطاسه خلصتي كلهم، عندي صافي. الطاسة كتحتاج الباسبور ديالك، والباسبور ديالك اوريجينال، وكتحتاج الديني ديالك. الديني انت عاد تبصم، صافي. كتحتاج الباسبور ديالك اوريجينال والديني عندي ديالك ديك الورقة ديال والسيده فابورابل، والبصمات. والورقة ديال اجي فابورابل. واخا اجي واخا تدخل، اسمح لي نجاوب السيده شنو هادي هادا. مرحبا خويا، راه هي خدتي الدات داكشي الاجابه؟ اللي قال دابا هو هذاك. لا لا، ولكن اسمح لي. شوف اخت، غتمشي تعملي تصاور بويض، يكونوا صافيين من الاول، ما فهمش المشكل. تصور غدير اه الباسبور ديالك، باسبور ديالك دوريجين اوريجينال ان فيغور، يعني يكون باقي الصلاحيه. خلصتي الطاسه ديال خلصت 16 اورو. خلصت خلصت. هذا بعد خلصتي الموضوع نفس هو اللي قلنا لها، راسي عمرتي في بلادي. الاكس 17. شنو هو الاكس 17؟ ولكن شوف، اسمح لي نقطعك اخويا، راه هو المحامي اللي خلص لها الشيء هذا وخرجوا له ياك. دابا خليها نسولها الاستاذ، خليها نسولها، واش عمرت شي اكس 17 ولا ما عمرتيش استاذه؟ شنو هو؟ ما عرفتوش انا هذا اللي قلت. اسمعني اسمعني، غتمشي لجوجل غتكتبي ساكر انفورمي اكس 17 وغتعمري وغتخرجي في البلاصه. وبلاتي نسولو انا واحد النقطة، شوف أنا نسولها وكمل معاها. نسولك أختي، واش أنت اللي خرجتي الأوراق ولا المحامي؟ المحامي اللي خرج لي الطاسه، خرج لي صافي هاد الوراق. صافي، يعني راه هو صايب لمحامي كلشي. واش الطاسة خلصها لك هو ولا قالك سير خلصها؟ انا دابا هو خرج لي ورق وانا مشيت خلصتها. يعني راه هو تكلم لها محاميه هي، علاش قالت لي عندي؟ اسمعني اخويا، راه متفق معاك الكلام ديالك صحيح، ولكن هي ملي هضرت معاها قالت لي راه المحامي ديالي خرج ليا كل شيء، البصمات، خرج ليا مخلص الطاسه 16 اورو. راه القضيه ملي كتكون فيها الطاسه، يعني اخويا راه خرج مع هذيك اكس 17 وديك الوراق ديالها كاملين، علاش انا سوقت لها البصمات؟ ولا ما كانتش خاصه البصمات، يعني الوراق ما عندهاش هي. دابا قالت لي ما ندي معايا، قلت لها خصك تدي معاك باسابورتي وتصور. التصور عندي فيهم الشك، خصهم تصور بحال اللي قال لك، خصو يكونوا بويض وخصو يكونوا جداد ماشي قدام. عندي بويض وجداد، يعني عاد صوبت انا الباسبور ديالي هنايا في صافي، اسبانيا. هو هذا كما فشوفي قال لك الاخير، هو ادي ملي باسبور، رسمها عليك المحامي وقيل ادي معاك غير واحد التصويره، ماشي غير واحده، واحده كافيه. غادي كيسكانيوها كتسكانها. خليوها يختاروا فيهم ماشي، مش حيت بعض المرات كاين بعض الموظفين معكسي. المهم ودي معك شهادة عندي. السكنة، أنا ما ديش معك شهادة السكنة، ديتي هي عندي شهاده السكنه تاعي دابا، راني شاده غير جديدة، وقال. والله أسمع جديدة اخويا ماشي فايتة، بس كل شيء فايتة 3 شهور عارفة. لا، عاد جبتها، عاد جبتها صافي مزيان. والله. الا لا شاده وطيل، جيت انا الايين، انا في البسيطه وجيت حتى الايين وشديت الوطيل باش انني نمشي نبصم، حيت السيطه عندي قريبه، فهمتي؟ الكورسو كانت عندي. شنو كان عندي المشكل؟ كانت النهار اللي غنبدا الكورسو نهار اللي عندي فيه السيطه، فهمتي؟ ماشي مشكل، دابا انت عندك اوراقك كاملين، خرج لك المحامي كل شيء، المحامي قال لك خلاص هتصل صافي. هي هذه كما قلت لاخويا نيشان، الهضره اللي قلتي لها انت هي هذيك، غير هي عندها محامي هو اللي خرج لك كل شيء. وكما قلتي انت عندك الحق، راه كاينين بعض الناس كيغلطوا، كاينين بعض الناس كيغلطوا. فاش كيغلطوا؟ كيغلطوا كيمشيو كيخلصوا غطاسه وكيمشيو، وديك الورقه ما كيعمروهاش. ولكن ملي كتمشي عند شي ليكوتوري ولا عندك محامي، هو كتكلفه هو اللي كيعمر لك داكشي، واش فهمت؟ هبطات يا هو صافي هبطات. السلام عليكم، شكون معايا دابا؟ انا خد طنجاوي يا ايوب. ايوب ياك، مرحبا خويا ايوب. حفظك اخي طنجاوي، يسولك لا حفظك. دابا شي واحد عنده بروبا قبل شهاده السكنه يقدر يدفع بهم؟ مش حاد الفرق ما بين بروبا وشهاده السكنه ملي درتيها؟ 3 شهور ولا بحال هكا. شنو بروفا بعدا؟ شنو بروفا؟ عنده ديال والله ما نعرف، ديال الطبيب مخلطة. شوف خصو يكون ألطا، ماشي كانوا عنده ديال الطبيب وقاس عليها مدة وصافي. خصو يكون بينه وبين بروفا 4 شهور 3 شهور، ما تفوتهاش. والبروفا اللي هي أصلية خصها تكون بروفا ديال الطبيب ولا قنصلية ديال المغرب، كدير لها الترجمة، راه جايزين، راه كوزوهم الدراري هنايا في ساراكوسا. ولكن شي بروبا اخرى ديال كارت التليفون راه ما كيزاش. مثلا لا فورمو ديال التران جايزه، واش فهمت؟ غير هو اي قانون هنا في اسبانيا، عندك شهاده سكنه، شوف عندك رايكو سوسيال، رايكو بارافورماسيون، بين بروبا وبروبا ما تفوتش 4 شهور، فهمتيني؟ شكرا اخويا الطنجاوي اللي حفظتك، صافي حفظتك. الدنيا يا خويا ايوب، تحياتي خويا العزيز، مرحبا. السلام عليكم يوسف، مرحبا خويا. سينا مزيان اخويا، الله يحفظك اخويا يوسف، مرحبا اخويا عز. اسمعني، عندي كي يقولوا له، انا عندي طلعت ديك الورقه دلوج من سبته. و
اسمح لي اخويا، ملي جيت لهنا اخويا يوسف خليك معايا واحد دقيقة وبقى معايا نشوف لك كيكذب عليكم بنادم الله. ايوا 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 هذا اللي قال لكم هذا الهضره، هذا غنصيفطو، هذا داير رايد بروكسي لهذا. بلاتي 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 يا ابو خنونه، بلاتي نوريك، بلاتي هذا القناة ماشي ديالك، هذه ماشي ديالك، بلاتي نوريك فين تمشي. نحيدو ولا بلاش الدراري؟ صافي نحيدو. تفضل اخويا يوسف، مرحبا. قلت لكم اللي جيت من هنايا رفضوها لي، فهمت؟ رفضوا لك اللجوء. شحال قولتي دابا هنايا؟ ها؟ شحال من عام عندك في اسبانيا دابا؟ مدة طويلة. راه عامين، عامين خصني ندفع على ديك الطايب باراين فورت. المهم عطاوك الرفض، عندك الحق تدفع. مادام انسان اللي باقي ما رفضولوش ما عندوش حق يدفع، رفضوا لك مزيانة لك انتايا، دفع القانون ريغو بارا فورماسيون. ولكن نقدر ندفع بديك بروبات اللجوء من باسانا. لا عندك انت غا بروفا د اللجوء، مالي عندك؟ نو، عندي شهادة سكنة، عندي كل شيء، فهمت؟ ما فايتينش 4 شهور، كل فهمت ترخيطة كاريفور ولا حيتي، ولا حيتي الوراق د اللجوء، ولا حيتي ديك الوراق د اللجوء ودفعتي غا شهادة السكنة، عندك عامين. لا والو، شهادة سكنة ما عنديش، عامين. وصافي ماشي مشكل. دابا انت يا عطاوك الرفض، بس انا ده يعني عطاوك الرفض اصلا، دفعتي هذيك الوراق ديال مثلا، دفعتي له مثلا ديك الوراق ديال شنو سميها ديالها يا ربي دوخ سامعني، أسيلو. دفعتي له الوراق اصيلو ولا ما دفعتي لهمش، راه كطلع لهم في السيستم حسن السيره ديالك ديال اسبانيا شنو فيها، فهمتي كيفاش؟ يعني دفعهم بروفا صافي، ما كاينش مشكل، توكل على يعني الله خويا، الله يسهل عليك. الله يرحم والديك أخي، شكرا. الله يا خويا الدنيا يا خويا العزيز، الله يسهل عليك. الله يسهل عليك الحمد. شكرا، الله يحفظك اخويا. يلا الاخوان شكون اللي باقي يطلعوا معنا باش غادي نهبط الاخوان؟ كنظن بان وصلت لكم معلومه. يلا الاخوان شكون اللي مازال باش نهبط؟ اخوتي المهم راه ميساج وصلكم، خوتي راه دخلوا معايا انا جداد. دابا غنعاود واحد جوج الكلمات على السوايع، واش غنقصوا منهم ولا لا، وغنعاود الهضره على الكورسو، واش اونلاين ولا حضوري. يعني كاينين بعض الناس اللي ما فاهمينش واحد القضيه، راه الكورسو ما كاينش تقراه اونلاين دائما، وما يمكنش تقراه حضوريا دائما. يعني داروا لك تقرا اونلاين حضوريا، المدرسه اللي كتحكم فيك ديروها ببالكم، راه ما كاينش الكورسو تقراه بوحدو اونلاين ديما، هذيك اللي كتقراها اونلاين ديما قليل اللي غتجي فيه، ولكن هما كيقولوا لك تقرا اونلاين وتقرا حضوريا. مدرسات دابا عامرين باغيين يديروا 400 الواحد اللي كان كيقرا في مدرسه وحده يوليو يقراو 800، 400 يقراو حضوريا و400 يقراو اونلاين، كيكون عندهم داكشي اونلاين، التليفونات اللي عنده شي تليفون يقرا به اونلاين، ما عندنا ما نديرو، واللي عنده بي سي ولا شي حاجه يقرا اونلاين. والنقطه الثانيه السوايع، يعني دابا نهضروا على السوايع، الناس اللي ما كانوش فاهمين السوايع، داروها 30 ساعه مزيانه، هدا، حيت بنادم ما فاهمش الميساج مزيان، حيت حنا ما يمكنناش نجيو ونشرحوا داكشي كامل، زيدوا شويه من عندكم. اخويا اختي فرقع هذا اللايف باش نوضحكم شنو هما 200 ساعه، اللي عزيز عليه الطنجاوي فرقع هذا اللايف القليبات، وغنعطيكم مفاجاه. شتي هذيك اخويا ولا اختي، شتي هذيك السوايع اللي كتقولوا نتوما مثلا راه ناقصوا القدر ندير 30 ساعه 40 ساعه، هذيك هو السبب اللي قدر يمشوا لك في الاوراق ديالك، حيت حنايا هضرنا درنا فيديو ولكن ما فهمتوش. انا بغيت اليوم انا داك الشيء بالخشيبات، غنطلع لكم داك الشيء طبيعي. يلا فرقع لي اللايف والقليبات وافتح ودنك معايا. اول حاجه لنفرض لقيتي كورسو فيه 30 ساعه ودرتي وساليتي وما عطاوكش الشهاده بروفيسيونال، مشاو لك الاوراق باح. علاش؟ حيت الكورسو لنفرض فيه غير 50 ساعه وعطاوك عليه الشهاده بروفيسيونال، عطاوك عليه واحد التكوين بروفيسيونال تقدر تخدم به جايز، ما تجيريش دير لي كورسو فيه 30 ساعه وتمشي تقراه ما تسولش على راسك واش كورسو مقبول، واش كورسو بريفيسيونال يعطيك شي شهاده ملي غتسالي، حيت اللعبه كامله باغيين تشد الدبلوم باش تبدل عليه الوراق. راه الا ما شديتيش الدبلوم ما غتبدلش الوراق ريغو بارا فورماسيون على الريغو سوسيال، غتمشي بحال تعاود ا زيرو تدفع على الريغو سوسيال، والريغو بارا فورماسيون ما غتقدرش ديرو لمده 3 سنين حتى تدور 3 سنين اخرى. وافتح ودنك معايا ولد عمي، ودير شي كاس القهوه وعصرها وبدا تخمم هذه الليله. راه الريغو بارا فورماسيون راه ماشي لعب، قانون او لا واحد الفرصه عطاتك خصك تعرف كيفاش تعملها. بالي يعني اخوتي انا وضحت لكم وانا فهمت لكم،
انتوما معايا دابا اكثر من 30 واحد، معايا 120 واحد، 30 واحد ما دايش الشراك معايا، 30 واحد كاع ما دايش الشراك، وكل شيء ما كيتكيوش في بانطايا، قلال الناس اللي كيتكيو في بانطايا. علاش؟ حيت بنادم اللي كيستافد ما كيبقاش يعاونك، حنا مع بعضيتنا نتعاونوا، فرقعوا اللايف. القليبات تخيل دابا 120 واحد كلشي تكي في بانطايا غيتفرقع اللايف. هكذا كاع هما الناس بداو كيتشاركوا. شتي دابا؟ شتي دابا؟ دابا مزيان. اسمح لي اسمح لي خويا نجاوب هذا السيد هذا المروكي، قال لك السلام عليكم، انا عندي اقامه سنه، عندي 7 شهور سيغورو من اللي دفعت تجديد، كنت التا دابا وقفت، واش كاين شي مشكل؟ دابا عندي سيغورو من اللي واخا السؤال ماشي بلاتي بلاتي شنو عنده دعم ولا دعمي؟ دعم ديال عام وخدمتي 7 شهور ياك؟ يقدر يبدل واخا ما يكونش التا، غير شرط واحد، ما يكونش الخفي، ما يكونش هو اللي خرج، يكون الخفي هو اللي واقفه. لا انا بغيت غير نجاوب بلاتي. شوف خصو، لا لا خصو يكون، يكون التا، خصو يكون التا، او لا خصو يكون مسجل في بارو. كم سجل؟ اسمح لي، اسمح لي التا حسن، اسمح لي واحد النقطة باش نفهموها. راه راه الريغو سوسيال تكون عندك غير 6 شهور من ديكلاري، غير 6 شهور خدمتي، غير 6 شهور تقدر تبدل واخا ما تكونش التا، باش نكون معاك واقع. لا ماشي 6 شهور، 3 شهور. لا 3 شهور وانا غادي نكمل لك، وانت عاوتاني صحح لي. روبا سند كنهضر لك على الانسان اللي باغي يخرج هو 6 شهور، ولكن انت خدمتي 3 شهور والخيفي جرى عليك، من حقك تبدل الاوراق ديالك ديال عامين، ولكن بشرط تكون مسجل في الاماكن اللي كيقلبوا على الخدمه، وعندك سيتيفيكادو بانك كتقلب على الخدمه. فهمتيني؟ هذه هي الحقيقه. خدمتي 6 شهور خرجتي راسك، واخا ما تكونش التا تبدل الاوراق ديالك، ولكن من الاحسن انك كنتي التا باش كتزيد تقوي الملف ديالك، ولكن انت اصلا مبدل الاوراق ديالك. الناس اللي عندها هي الناس تاع عامين، باش تعرف راه عامين تخدم عليها 9 شهور تبدل. طونجاوي الله يخليك، شوف اسمح لي غادي نقاطعك، شوف الله يخليك، شوف تفضل. البوليتين ديال اسبانيا ديال الاكستراخيريه كيقول بانه واخا تكون ضربتي 9 شهور اخي 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 طنجاوي، 9 شهور كوتيزاسيون في السيرو سوسيال في الضمان الاجتماعي ديالهم، خصك تكون التا باش تجدد. شتي ذا سبيكتور ديال الاكستراخيريه، اذا ما كانش عندك التا راه ما يعقلوش عليك. اسمح لي اخي طنجاوي، راني قريت البوليتين كامل، قريته عندي في الدار كنقراه. واه فهم ليا، انا متفق معك. اسمع لي، انا كنقول لك ملفات حاضرين عليهم، ماشي البارح ولا العام اللي فات. هنايا عماين، عماين تكون عندك، تكون عندك 9 شهور. افتح ودنك معايا وكنتحدى اي واحد يجيب لي الملف، ما كنهضرش معاك انت، راني فاهمك كتهضر معايا في القانون. عماين كيطلبوا لك 9 شهور، هذاك اللي كيقول لك 12 شهر باش تبدل عماين. هنا في زاراكوستا بدلناهم ب 8 شهور وشي حاجه، 9 شهور بدلوا الناس الاوراق ديال عماين، ولكن بشرط سي كل خفي وقفوا سي، باش نكون واقعيين، ماشي انت تكملي تعجز تبع لي في الخدمه، الوراق ديال عامين، الوراق ديال عام 3 شهور، ولا وقفك الخفي ديالك وخدمتي 3 شهور غتجيب لهم من بعد 3 شهور كتثبت بانك كنتي كتقلب على الخدمه، سيرتيفيكات بانك كنتي كتقلب على الخدمه. كملتي 6 شهور فوق وقفتي انت الخدمه، نو باس راندا، دخلتي 6 شهور اللي خصك تدخلها في العام سي، وفي عامين كيطلبوا 9 شهور. فهمتيني ولا؟ فهمتيني؟ واخا اسمح لي كملتي كلامك، انا عندي واحد السؤال، عندي فيه الشك باقي ما تبتش عليه في البوليتيكا، ما قريتوش. انا عندي واحد السؤال، اذا عرفتيه انت ولا اي واحد كي معنا في اللايف اللي عنده علاقه سبيسيالتي في الترخيص، اللي هو ترخيطة انيسيال، ترخيطة انيسيال اللي هي التي الاوليه ديال العام، واش فاش كتبدا تخدم التا مع مول الكونترا، واش يمكن لك، يمكن لك يعني ديسبيدير ما عنده ولا لا؟ يمكن دعم ما عنده ديسبيدير ولا لا؟ ولا خصك تبقى معاه هو؟ لا انا غنجاوبك على السؤال ديالك بكل ثقه. اول حاجه خصو يجوز معاه 3 شهور، 3 شهور ولا يجوز معاه 3 شهور، ولكن القانون الاخراني كيقول لك بان ما عندكش الحق تخرج انت، تعطيك باخه تجري عليك هو 3 شهور. فاتت 3 شهور جيب كونتراتو اخرى دفع بها، ما كاينش اللي يهضر معاك، ما عنده علاقه بك الخيفي. الخيفي اصلا ملي كيكون عندك ريكو بارا فورماسيون ما كيكونش عنده، كيعطيك كونتراتو قويه بحال اللي كيكون عندك ريكو سوسيال كتدفعو ديريكت.
حيت ريكو بارافورمانس ديالك اي بري كونتراتو كتحتاج نورمال بري كونتراتو تكون فيها 1080 ديال الاورو في الشهر، وتكون كتخدم ما بين 30 و 40 ساعه في السيمانه، ولا كنتي راسك ولا عندك دراري صغار تجيبها 20 ساعه في السيمانه. لنفرض انايا عندي الكورسو ديال مثلا ديال بينتورا، بينتورا دابا على حسب القانون الاخراني ريغو مثلا ريغو بارافورماسيون داروا فاميليار، فاميليار يعني الكورسو اللي عنده علاقه بالكورسو. البني كامل جيب اي كونتراتو ديال البني تبدل بيها، اي بري كونتراتو ديال البني تبدل بيها. دابا دخلوا معاه النجاره والسدور، البني دخلوا فيه بينتورا. لنفرض انت درتي واحد الكورسو من هاد الكورسوس ديال الاوبرا وما لقيتي حسن وما لقيتي شي بري كونتراتو، لقيتي واحد بري كونتراتو فيها جوج ساعات في النهار، وانت خصك 8 ساعات في النهار ولا بوحدك ولا عندك الدراري خصك 4 ساعات في النهار، يعني باقي خصك واحد جوج ساعات اخرين، وهاد جوج ساعات لقيتيهم في لاحه ولا في الكوزينه تقدر تدفع بيهم، دفعتي بيهم ودازت واحد شهر شهرين، بغيتي تحيد هذيك السوايع اللي درتي بيه الكورس وتحيد ديك الخدمه وترجع ديك الخدمه تخدم فيها 8 سوايع في النهار من حقك. غير هو النقطه اللي خصني ناسس عليها راه ماشي يعطيك بري كونتراتو تجوز معاه شهر وتمشي بحالك وتبقى فخامه خدام مرتاح، راه مشكله باش نقولها بنادم. مشكله ماشي ديك الساعه تلقاها، ملي تجي تبدل الوراق غيعاودوا لك ازيرو، ديك عامين اللي عطاوك غيردوا لك ازيرو، تولي تفرق سوسيال ديبار لي فورمير وين غيهبلوك، راه شي قوانين مهبلين. ولكن الحمد لله وانت يا صحح هذه الكلمه، ريغو بارافورماسيون ملي غتدفع ريغو سوسيال ما تحتاج لا لي فورمي لا حسن السير. وحتى بنادم حتى الانسان اللي دفع ريغو بارافورماسيون وعطاوه نو فافورابلي، هذيك حسن السير اللي دفع راه كتبقى مشجله، ما باقيش يجيبها من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس. اجي واحد السؤال خلينا نتجاوب دابا، تينا دابا انت دفعت فورماسيون ولا دفع سوسيال؟ انا عندي سوسيال بقاو 5 شهور ونص باش جاوبوني على لي فورمي عمودين. ولكن دابا اسمح لي، دابا انت بحكم انك انت مغربي وعندك تجربه هنايا في الصراخيليه وكتعرف هادي، علاش انا ما عرفتش علاش دابا الناس، انا بحكم انا واخا ما كنديرش فيديوهات ما كنديرش لايف، انا ما كنصحش الدراري ما كنصحوش يعدلوا فورماسيون، حيت هو معقد، عقد هو ومرض هو وغير كيزرفوا الناس. ابلاتي شكون اللي كاين؟ اسمح لي انا تفاصل يقول برا فورماسيون اللي خرجنا الاولاني ورفضوه ليا حيت ما دفعتش حسن السيره، كانت ميته ليا دفعتها ميته. هاد اللي كنهضر معاك اللي ما مكتوبه له شي حاجه ما مكتوبه لهش. خويا انت عندك الوراق ياك؟ انا غنجي لك دابا نهضر معاك على الاسلوب ديالك، انت عندك الوراق سي؟ واش انت يا اللي قلت لي هاد الهضره بان علاش كتشجع؟ انا ماشي كنشجع، انا فقط كنعطيهم النصيحه. اول حاجه باش تقول لي كنشجع، افتح ودنك معايا وتالي معايا في اللايف، افتح ودنك خويا العزيز. راه هنايا كونتراتو كيطلبوا 7000 8000 اورو، كيطلبوها اولاد بلادنا ولاد بلادنا، يعني شنو يقول بارا فورماسيون كيدفع هذوك الناس؟ عرفتي شكون اللي كيعرضني في اللايف اللي كيقول هذه الهضره اللي قلت لي انت؟ لا كيقولوها لي غير هذوك الناس اللي عندهم الفلاحه هذوك السمساره، فهمتي؟ انت دابا خصك تكون معاهم ماشي لا بلا غادي نقاطعك، غادي نقاطعك. شوف انا خيط الجوي راه سبقتك هنا في اللايفات وكيعرفوني، كيعرفني خالد الاستاذه وطارق كيعرفوني. اسمع نقول لك، اسمع نقول لك، كانوا كيقولوا لي اسمعني غير باش نكمل لك، انا جا نتناقش انا وياك غير بالعقل خويا العزيز. اسمعني اسمعني خلينا نكمل خويا العزيز. انا عندي 8 سنين في اليوتيوب، عندي القناه في اليوتيوب، عندي 4 القنوات اللي فيها 100000 وفيها 80000 وفيها 15000. هذا التيك توك انا دايرو غا طريق، انا ما عمري التيك توك دخلت له، ما عنديش مع التيك توك انا نيشان باش نجيك واقع. ولكن ديك الكلمه اللي قلت لي بان علاش كتشجع الناس على ريكو بارافورماسيون، انا دفعت ريكو بارافورماسيون وكانت حسن سيره مثاليه. علاش ما دفعت لي حسن سيره؟ حيت انا عندي شهاده سكنه في مدريد، وملي طلبت شهاده سكنه من مدريد صيفطوها لي، تعطلوا عليا كانت ماتت لي حسن سيره، وملي جات لي شهاده سكنه ديال استيروكا ديالي ديال مدريد وصلت لي هنايا كان ماتت لي حسن سيره. ولا مشيت طلبت حسن سيره اخرى من المغرب غتموت لي شهاده سكنه، حيت 3 شهور تاني خصك تطلب على غرام. لا تواعد يعني نتينا كيفاش كتطلب، كيفاش كتطلب حسن السيره؟ كيفاش كتعمل لها؟ كيفاش عملتي لها حسن السيره خويا؟ انايا صيفطوها لي غير من المغرب غير من بلاد. اي ولكن اشرح لي كيفاش درتي لها، انا ما فهمتش كيفاش هدف 3 شهور سالت لك 90 يوم، كيفاش سالت لك دغيا؟ اشرح لي اشرح لي. كنت 3 شهور كتموت حسن السيره ما عرفهاش انت؟ اي ولكن كيفاش انت هاد حسن السيره الوكاله كتمشي للقنصليه كدير الوكاله كتبقى مفتوحه فوق ما بغيتيها كتصيفطوها لك. واخا ماشي مشكل صافي، حيت انا عملتها مره واحده وجابوها لي، جات في الطياره دغيا، انا في 4 ايام كانت جات لي حسن السيره ديالي في 4 ايام. اسمع انا فهمكم زيد، انا دفعته في سيمانه ملي خرج،
وحسن السيره بقات مسجله عندهم تما، ملي دفعت ريغو سوسيال ما طلبوليش حسن السيره وانا جبتها، سي ما تبقاوش كيطلبوها. علاش؟ انا كنهضر معاك بشي حاجه انا عشتها. سي ولكن هذيك الكلمه اللي قلتي لي مثلا راه معلش كتشجعهم على ريغو بارافورماسيون، ما كنشجعش على ريغو بارافورماسيون، كنجاوب الناس على الكومنتيرات ديالها وعلى الاجوبه ديالها. والنقطه الثانيه، احسن حاجه هو الريغو بارافورماسيون. الانسان كونتراتو داير 10000 8000 6000 اورو وكيشرط عليه خلاص السيكورو كل شهر 500 300 250 اورو على حساب الميدان، وكيخصو يستنى واش يقبله ولا لا، وكاين اللي كينصب عليه. دابا انت يا كتقول لي علاش كتشجع على ريغو بارافورماسيون، انا كجاوبك على السؤال ديالك واسمح لي بكل احترام، انا انسان ما على بالي حتى حاجه من غير كنوصل واحد الحاجه اللي يستافدوا منها خوتي. علاش؟ حيت يقول عنده عامين هيبقى عام كامل مضيعه هذيك العام. علاش سيدي؟ هذيك العام اللي غيتشد الريغو سوسيال الاولاني يستافد فيها في الريغو بارافورماسيون، يدير واحد الدبلوم في عقله، ما يدفعنيش انا عامين، ما يحتاج لا لي فورمي، ما يحتاج لا كونتراتو، لا ولا يحتاج بري كونتراتو عاديه فيها 1080 اورو السميك ديال اسبانيا فقط. يعني كيفاش بري كونتراتو؟ اشرح لي، فسر فسر مزيان. دابا الريغو ما يحتاجش شي كونتراتو انديفينيتو مفتوحه، ما يحتاجش كونتراتو تكون انديفينيتو ديما، غيحتاج بري كونتراتو غتكون تيمبورادا. واش ما قريتيش؟ انت كنت قريتي منك. واسي واسي طنجة والله يخليك. تبان تشوف حط لك الحور النقط على الحروف. دابا انت كتقول لي الرايكو باغ انفورماسيون خصك بري كونتراتو. شنو هو بري كونتراتو؟ باش تبدل، باش تبدل خصك كونتراتو ماشي انديفينيدو عاديه، باش تبدل الرايكو سوسيال. لا شوف شوف، غتسمح لي غتسمح لي غتسمح لي باش نعوض لك المفردات الاسباني ولا شنو هما. شوف البري كونتراتو كنبغيوها في السوسيال ماشي في فورماسيون، بالي البري كونتراتو انت كنوعدك باش نخدمك، باش ملي غادي يجاوبوك ملي غيجاوبوك استرا خيري على بعد 6 شهور ولا 5 شهور انا غنخدمك، انا باترون ديالك. كيجاوبوها في شهر ولا شهر ماشي زين بالحق. الفورماسيون كتبغي كونتراتو عادي، غتخدم في اي في قهوه، السلام عليكم على كونترا غدا الصباح خدام، هذا كتسمى كونترا عاديه. ضالي بالحق السوسيال. دابا انت قلبتيها، دابا انت قلبتي المفردات. الله يرضي عليك. انا كنهضر على ريغو بارا فورماسيون ملي غتسالي ماشي من الاول، ملي غتسالي غتدفع الخدمه. الانسان اللي غيعطيك الكونتراتو ماشي ضروري تكون انديفينيدو، تكون عاديه. ولكن ماشي بري كونتراتو اخو، ماشي برو كونتراتو. كونتراتو بري كونتراتو كتحتاج في الاول. دابا انت ما كتفهمنيش، دابا انت ما عرفتش واش طلعت تناقش معايا ولا طلعت انت واقيلا طلعتي معايا من البارح. يا لا انا كنفسر لك اخي طنجاويك. دابا انت قلبتي فهمني. شوف غافهمني دابا انت يا واش طالع كتقول لي علاش كتشجع الناس على الريغو بارافورماسيون؟ غافهمني غاسمع ليا انا، الناس فاهميني. دابا انت اللي باغي تقلب الهضره باش الناس يفهموها بطريقه اخرى. انت كتقول لي علاش كتشجع الناس على الريغو بارافورماسيون، دابا جيتي كتقلب لي كتقول لي كتقول لي بري كونتراتو. كونتراتو عاديه اللي كتحتاج ملي كتدفع الريغو سوسيال من بعد الريغو بارافورماسيون، كتحتاجها في نفس الميدان اللي درتي فيها الكورسو. ولكن اسمح لي واش كاين شمن الفرق ما بين ملي كتدفع ريغو سوسيال ديريكت وملي كتسالي فورماسيون وكتدفع ريغو سوسيال؟ يلا شمن الفرق؟ الفرق هو ما كاينش تعقيدات في الكونترا، كونترا نورمال. يا اخرى خصك تكون الباترون ديالك اللي يعطيك كونترا بري كونترا، خصو يكون ما فيهش كريدي، خصو يكون الدوله ما كتسال والو اصلا، ما فيه حتى شي مولطه، خصو يكون عنده الرينتا طالعه وثلاث سنين الاخرانيه طالعه. واخا واخا اسمح لي واحد دقيقه ولا خلي واحد السؤال عندي. دابا انت كتقول انني انا ملي غندير الريغو باي فورماسيون باي فورماسيون غادي من بعد نعاود سوسيال، ندير سوسيال يا لاتي وغادي ريغو باي فورماسيون ملي غتسالي الكورسو غتدفع، غيعطيوك غيعطيوك عامين ثانيه الريغو سوسيال. وشنو غيعطيوك؟ غيعطيوك الريغو فاميليا ولا لا؟ طنجة دابا شوف حق الله كتقول شي حاجة ما كايناش. شوف الريتو التراميتي ديال ريغو بارافورماسيون راه بوحدو كيمشي، أنا كتجبر التراخيطة ديال العام وفاش كتكمل ستوديوز ديالك كتمشي تخدم عادي، كتجبر كونترا عادية ماشي بخير بخير. أما السوشيال راه بوحدو شق بوحدو. وغي بلاتي وغي بلاتي أنت 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 ما كتفهم، غتدخل في قانون ديال ريغو سوسيال ملي غتسالي ريغو بارافورماسيون. دابا أنت داخل غتناقش معايا بواحد الحاجة ما كتعرفهاش واقيلا ملي كتسالي. صافي غنعاود صافي غنعاود فعلي تهلا تهلا صافي روح تقود روح روح. عمري شفت شي واحد مهوكل، عمري شفت واحد حمار قال لك ملي قلت لي ريكو بارا فورماسيون ما غاتمشيش العامين دريكو سوسيال، ما عمري شفتها في حياتي. وبنادم اللي حمار حمار ما تبقاش تطلع معايا في الله يبان. هذا كاع في الاول قال لك هذا خوتي من واحد السمساره، هذا من ديك السمساره اللي كيتسمسروا في خوتهم. علاش تخير يا خرج في الاول قال لي علاش كتشجع الناس على الريغو بارافورماسيون؟
واحد شويه قال لي الناس ملي كدي عام ريغو بارا فورماسيون كتمشي عند ريغو بارا فورم عام ديال عامين ديال ريغو بارا فورماسيون واش انت حمار حاشا الملائكه. والناس ملي كتالي ريغو بارا فورماسيون كتسير ريغو سوسيال ديال عامين ديريكت يعني ضرب عام الاولانيه وبنادم حمار والحمار والغابه. يلا اخوتي بارطاجيو اللايف بارطاجيو. واو 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 بنادم شحال حمار صاحبي يا صاحبي نفخ ليا راسي كاع والله اخوتي لا نفخ ليا راسي. هذا جا غي فتني في اللايف فتني الدماغ ديالي خربقني خربقني قال لك خوتي بارطاجيو اللايف فرقوا سمع والله لا انا بيدي خربقني قال لك اسيدي ما كتحتاج شي تبدل رايكو سوسيال من بعد رايكو بارافورماسيون شنو عطيوك رايكو فاميليا شنو يجوجوك ايوا ضروري تمشي رايكو سوسيال حيتاش انت قوشتي عام الاولانيه. نرجعوا العام الاولانيه ديال رايكو سوسيال كيعطيوك عام عامين دابا ملي كيعطيوك عام ديال ريغو بارفورماسيون ما كيعطيوكش في الاول عام ديال ريغو سوسيال كتمشي نيشان عامين ديال ريغو سوسيال. وبنادم حمار ويبقى حياته حمار وغيموت حاشاكم حمار. يلا اخواني بارطاجيو اللايف. الله يحفظك اخويا لزيز. اوه تحياتي صافي بقى نخلي السلام اخوتي جاو معايا مزيان شكرا اخويا لزيز الله يحفظك. والله الا اخوتي انا تصدمت في هذا السيد هذا خربقني والله الا قلب لي دماغي والله العادي. قال لك انا كي كنخربق هذا طلع في ديك المصطلح عقتو به ياك طلع في ديك المصطلح ديال زعما غيديروا اي لعب ديك اللعب ديالو هبط زعما باش كيطيح للمصداقيه. طلع ليا ما تهربش بين ليا بين ليا بين ليا حبيبي قال لك ملي كتسالي ريكو بارا فورماسيون كتمشي لعامين ديال ريكو بارا فورماسيون هذا حمار يبقى ديما ديما حمار. السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا اخوتي. كما قلت لكم اخوتي ملي كتساليو الكونتر اسير سير اسير صاحبي حد اللي قابلك سير. كما كتعرفوني اخوتي شوف دائما الحمد لله كنطلع لكم شي حاجه اللي هي مصداقيه والناس كما كيعرفوني طالع يا خو قال لك من بعد الريغو بارا فورماسيون ملي كتسالي عام كيعطيوك عامين ديال الريغو بارا فورماسيون. والله بنادم واش مريض ولا واش مريض مبروكي ولا قال لك كنعرف خالد كنعرف واش دخل السيد في الهضره كنهضروا انا وياك دخل في واحد عنده مصداقيه مع واحد ما عندوش مصداقيه. المهم كما قلت لكم اخوتي الثاني ان شاء الله عامين الثاني ان شاء الله عام ديال ريغو بارافورماسيون غتمشي عامين ديال ريغو سوسيال كيطلبوا لك كونترا عاديه تكون فيها 1080 اورو في الشهر ديالك السميك ديال اسبانيا وكيطلبوا منك تكون عندك ما بين 30 و40 ساعه في السيمانه ولا كنتي عندك الاطفال صغار كيطلبوا لك 20 ساعه في السيمانه. بالي فهمتوا الكلام ديالي تحياتي لكم. يلا فرقوا على اللايف اخوتي وغادي نهبط دابا شويه. السلام خويا بغيت نسولك. مرحبا خويا ابراهيم اللي بغى يسولني يدخل عندي الانستغرام ديالي طنجاوي اوفيسيال فالي طنجاوينو اوفيسيال كما اسم التيك توك تزيد عليها اوفيسيال. مرحبا السلام السلام طنجاوي. مرحبا خويا العزيز عليكم السلام. يلا الاخوان اوكي خويا ابراهيم بيبا خويا ابراهيم بارطاجيو اللايف قال لي يلا بارطاجيو اللايف دابا شويه غادي نهبط اخوتي ويوميا نبقى ندير لكم لايف فلاشيه صافي اخوتي يوميا ان شاء الله ندير لكم لايف فلاشيه. والله الا عييت جالس ثقوا فيا عييت جالس. اللي بغى حقا اللي بغى يجي عندي اليوتيوب عندي فيديوز فيهم 10 دقائق واخا خويا واخا مع اختك ان شاء الله عندي فيديوز فيهم 10 دقائق شوف في اليوتيوب اللي بغى يجينا عندي كما كتشوفوا هي هيا غادي نخرج لكم هنا تشوفوا اللي بغى يجي عندي اليوتيوب اخوتي طنجاوينو كما التيك توك هانتوما شو اللي بغى يجينا عندي البلوك حتى هما 9 دقائق 10 دقائق كنهضر على القوانين. اللي بغى يجي عندي اليوتيوب طنجاوينو يجي اخر فيديو كتب ليا جيت عندك بالتيك توك ان شاء الله غادي نجاوبوا اي سؤال كتبوا لي تما غنجاوبوا عاوتاني. خويا الطنجاوي واش عارف شي كورسو شي بلاصه نقرا فيه كورسو شنو بلاصه انت اخويا. يلا اخوتي ديروا اشتراك هنا في التيك توك وفي اليوتيوب طنجاوينو هذا الاسم ديال التيك توك ديروه في اليوتيوب غنطلع لكم. اللي بغى يتفرج فيديوز ديالي هادشي ديال الهجره ريغو بارافورماسيون ريغو سوسيال ريغو فاميليا اي حاجه عندها علاقه بالهجره عندي هنايا اكثر من 2000 فيديو عندي قناه ستار. اللي بغى يجي مرحبا اجي خلي لي كومونتير قول لي انا جيت عندك بالتيك توك واي حاجه ان شاء الله نجاوبوا عليها. عمر مرحبا بكم اخوتي طلعني نشوف هذا الاخ مسكين قال لك طلعني فين هو فين هو ها هو نطلعك اخويا. يلا الاخوان دابا شويه غادي نهبط الاخوان مرحبا بكم وبارطاجيو اللايف. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا العزيز مرحبا. صافا الطنجاوي الله يحفظك اخويا العزيز وشكرا على الطربوش العزيز.
لا لا بلا مزيان، تستاهل كل خير اخويا، تستاهل كل خير. الله يعافيك. اول مره شط طربوش في التيك توك انايا، انا ما كان قلت واحد جبت لي والله، لا اول مره الشلاح ما بقى نخليه جا معايا هو هذاك. مازال مازال تفضل خير، اخويا العزيز. الله يحفظك اخويا، الله يزيد فضلك، ربي يحفظك، الله يزيد فضلك. الله يحفظك اخويا العزيز. واش شي بنادم تبطل كيف طلع جاوب. بغيت يحرك مصداقيه قال لك من عام ديال ريكو بارا فورماسيون لعامين ديال ريكو بارا فورماسيون؟ اه يا ودي هذا من القدم، هذا من القدم، صحاب الوراق هكا هكا عارف ياك انت، هذا هذاك انت والله تهضر العظيم عليه. تيقوا فيا اخوتي، ما بغيش نزرب عليه نهبطوا قبيلاتي. علاش؟ علاش نقول لك هبط راسه هرب راسه ملي قال لي ديك الكلمه ديال علاش كتشجعهم يديروا دريكو بارا فورماسيون؟ عارفوا السمسار كيتسمسر في الناس هذا. تفضل اخويا العزيز. ايه حيت صاحب شوف الوراق على بالك طال جاوين، انت بكري، والله انت العظيم بكري على تيقوا التعام فيا، ولا فات؟ تيقوا فيا والله العظيم. الى هاد التعديلات الجديده اللي داروا في ريكو بارا فورماسيون ذبحوا هذوك الناس اللي كيتسمسروا في المهاجرين ويتسمسروا فينا. انا اخويا قبل ما ندفع كانوا ايه كيطلبوا لي زوزو ايه 8 900 8 9000 يورو 9000 10000 يورو 8000 6000 يورو في كونتراتو انا نخلص شي بروح كانوا كيطلبوها لي. نض الحرام. عارف سيدري كي سيدري جاب لهم الضربه ذبحوا. دابا انت واحد ما يقدر يمشي يدير ريكو سوسيال، ريكو سوسيال مع المده ينقرض، ينقرض وعقلوا عليهم. تفضل اخويا العزيز. صاي يا صاي صاي، خلاص الله صاي، زيد يحفظك. فضلك. شوف الطنجاوي خويا، تفضل اخويا. درك انا شوف بلاصه في اسبانيا عندي، بعدها، عندي شوف ها، السميه ديالك وبلاصه في اسبانيا. شوف بلاصه في اسبانيا. شوف انا اسمي نبيل، نبيل نبيل. دخلت شوف اه تفضل اخويا نبيل. دي بيروف نبيل. شوف دخلت اسبانيا، قلت لك هذه عندي عامين، واه ريحت 4 شهور قد قد في اسبانيا في مورسيا، لا دابا ريحت انت 4 عندك شهور عامين شهادة سكنة ولا كيفاش؟ نو هاني جايك في الهضره، اسمح لي دقيقه نفهمك. واه دخلت ريحت 4 شهور في اسبانيا، درت شهادة السكنة وطلعت لفرنسا، واه طلعت لفرنسا ريحت شي 7 شهور بالك، سبع سبع شهور شهور فرنسا. وبعد وليت، ها ريحت 7 شهور في فرنسا وبعد وليت، كي وليت رحت باش نخرج شهادة السكنة من لايونتامينتو، قالوا لي داروا لك باخة، وما قالوكش شحال مدة باش ديرو كباخة؟ ما قالوا ليش اكزاكت، ما قالوا ليش، انا تقلقت، قالوا لي داروا لك باخه وكذا، تقلقت رحت لمولات الدار قلت لها كيفاش درتي لي باخه وكذا، وانت وعدتيني بلي تخليها اوفر ما تقفليها ليش، ما ديري ليش باخه، وانا مخلصك اعطيك الدراهم، اعطيك حقك، طلبتي حقك، الشيء اللي طلبتيه اعطيته لك، ها وعملتي لي باخه. المهم ريحت 7 شهور هذيك، وحاولت زعما باش نعاود شهاده السكنه، هيا واحد يقول لي 400، واحد يقول لي 500، واحد يقول لي كذا، واحد يقول لي فاهم، السمسارة هذو اللي كنت تهضر عليهم بعد، كيما هذا اللي طلع معاك درك. واه زيد شنو درتي في هاي الاخر؟ شوف، المهم درت شي بروفات هكا تاع لوتيل تاع كذا تاع حوايج هكا، دي بروفات خفاف، وعاود طلعت ما درتهاش، ما درتش شهادة السكنة، طلعت درك راني في فرنسا الطنجاوينو وما انا عنديش نعطيك واحد شهادة الحل. السكنة. عندك شهادة سكنة في اسبانيا دابا ولا ما عندكش؟ دابا ما عنديش، دابا عندك شي بروباس ديال الطبيب دابا في اسبانيا؟ عندك شي بروباس اوتيل بحال اللي قلتي الاوتيل في السميه ديالك عندك؟ عندي بروفا، عندي بروفا، قول دركا عندها واحد شهرين، قول شهرين عندي بروفا في باللي فوت عند الطبيب، هنا يقول سي طبيب اسبانيا. كتسمعني ياك؟ ها واش قوسي طبيب اسبانيا؟ قوسي طبيب، ها هاني نسمعك الطنطاوي، ولا قوسي طبيب اسبانيا كتحسب لك طبيب دابا انت دابا ولا في عندك مرسي، شهرين تعال في مرسي ماشي مشكل، ولا درتي شهرين ديال برو، واخا ايوه. دير شهاده سكنه دابا في مدينه اخرى، او لا تهبط لاسبانيا مثلا كل 4 شهور فقط دير الشهاده ديال الطبيب، ولا كل 3 شهور الشهاده ديال الطبيب، ولكن حاول دير شهاده سكنه حيت ديك الاولانيه تقدر تطلع لك غير باش تفهم. ولا درتي شهاده سكنه تقدر ديك الاولى تطلع لك باش اطلب الهيستوريكو ديالك من ديك المدينه في مدينه اخرى وغاطلبها، شوف واش سيفطوها لك ولا ما سيفطوها لكش، ولا سيفطوها لك راه مازال عندك، ولكن انت هذيك غتنساها القديمه وغتبني على هذاك الطبيب اللي عندك دابا. دابا عندك قلتي شهرين، خصك قبل 4 شهور ان شاء الله دير شهاده سكنه ولا دير شي بروبا اخرى ديال الطبيب، ملي ضرب واحد العام او عام وشهرين
حاول تجلس هنا في اسبانيا ودير شهاده السكنه ديالك باش تكمل بيها وتدفع عامين ديال القانون، راه سهله. غير هي الانسان خصو يزعم، مش فهمتي؟ فهمتيني ولا لا؟ شوف درك درك شوف انا درك 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 عندي عامين، درك انا عندي عامين، عندي بروفات درك تاع عامين ملي دخلت اسبانيا، عندي بروفات كي كنت تم وبعد كي عاود تهبط بعد 7 شهور، وعندي بروفه تاع عندها وعندها واحد الشهرين تاع الطبيب بلي راني مفوت عند الطبيب. اسكو درك ولكن نقدر نهبط ندير درك في فرنسا انا، اسكو نقدر نهبط ندير الرايكو فورماسيون ولا لا؟ غا اسمح لي، واش غتحسب ديك شهادة السكنة اللي داروك باخا؟ ها أول حاجة هذيك الشهادة السكنة اللي داروك باخا خصك تهبط. دابا أنت ولا كملتي عامين هيدا راه مزيان، ولكن خصك حتى تطلب منهم يعطيوك ليستوريكو، ولا خرجوها لك تفاهم، ما خرجوها لك شي يعني ديك شهادة السكنة الأولانية طيروها لك، واش فهمتيني؟ ايوه والنقطة الثانية باش تعرف بأن عندك شهادة سكنة ما ماتتش، غتهبط دير شهادة سكنة ولا غير شهر ولا شهرين وتطلب الاستوريكو من مدينة أخرى. راه ما غيعطيوكش الاستوريكو من مدينة أخرى حتى تكون في ديك المدينة اللي غتطلب منها شهادة سكنة، خاصها تكون عندك الاستوريكو، تكون عندك شهادة سكنة ألطا. يعني أنا في سراغوسا وديجا كانت عندي في مدريد، ملي طلبتها لهم باش يسيفطوها لي لسراغوسا طلبوا لي أنايا ديال هنا ديال سراغوسا. ها داكشي اللي غدير انت، غتهبط مثلا برشلونه، غتجلس برشلونه وغدير شهاده السكنه وغدير غطلب الاستوريكوم ديك المدينه ديال ارميليا ولا في كونتي تطلب يصيفطوها لك. ولا صيفطوها لك يعني راه مازال عندك، ما صيفطوها لكش يعني راه حيدوها لك. ولكن على حسب ايوه المعلومه اللي كنعرف انا غيصيفطوها لك، حيت انت راك الطا في ديك المدينه فين طلبتي، راك الطا. ملي كتكون الطا راه كيعطيوها لك، ملي ما كتكونش الطا ما كيعطيوها لكش، واخا تكون مازال ديك شهاده السكنه ما ماتتش، مش فهمتي؟ خصك انما تكون الطا في ديك المدينه او لا تمشي حضوريا تمايا وتطلبها له، حيت انت يا ويلا طلبتيها وما عندكش الطا يقولوا هذا السيد هذا يعني عايش تما وسامح في شهاده السكنه هنا يعني ما ساكنش فيها. بالحق درتي ايوه الطا وطلبتيها يعني يقولوا هذا السيد صافي راه بغا يتحول تما، هذا الشيء اللي كاين. انت عندك عامين داكور. دفعت وكلاء غبره. واجد نسقسيك على نقطة واحدة أخرى كان جاوبني خويا. تفضل اخوي، عندي نقطة واحدة أخرى برك. تفضل. لا حسن السيرة، حسن السيرة. بس كنت ترجمها، نترجمها عند مترجم، عند مترجم عادي، ولا لازم نترجمها في وزارة الخارجية كما نقولوا؟ لا انت انجيري هيك اخويا، أنا جزائري. ايه تحياتي اخويا وتحياتي للناس الجزائرة. شوف اول حاجه ربي يحفظك. غنجيبوها، انتوما ممكن ترجموها في البلاد اللي كيعطيوها لكم. نقدروا، كاين بيروات، ها كاين بيروات هذوك تاع لا بلا بيروات كتخرجها من الولايه مترجمه، او لا المهم تكون ديك الترجمه ديالها تكون بحال نقول لك ما تكونش شي ترجمه عاديه، فهمتي؟ المهم انت اللي لا غيجيبها لك قول له ترجمها لي هي عاد ترجمة. خرجها. شوف هي ترجمة شغل، هذا المترجم شغل محلف من عند الدولة محلف بالكاشي محمد بالنس. ولي هكذاك يعني انت اه ما غتطلبش حسن السيره حتى تهبط. انا عندي واحد صاحبي جزائري راه معايا في الخدمه، راه دار حتى هو دريكو بارافورماسيون، راه طلب حسن السيره جاته من البلاد تعطلت شويه. يعني انتيا غتحاول تجمع الوريقات ديالك تطلب حسن السيره ديالك من المغرب، من الجزائر، ملي تقرر تدفع تكون باقي لك واحد الشهر تدفع، فهمت؟ باش ايوه كتوجد دركا اول خطوه كيفاش راح نبدا درك طنجاوينو؟ قول لي اول كيفاش خطره، اول خطوه دابا غتهبط تجمع شهاده السكنه ديالك، تجمع على الشمل بالعربيه، تجمع الشمل شهاده السكنه ديالك، فهمتيني؟ البروفاس ديالك. ايوه ها الله يرضى ها عليك، تجمع الشمل ديالو وتجمع عامين ديالك وغتجيب حسن السيره من البلاد وغتجيب واحد الكورسو. ولا كنتي تدفع راسك المحامي تكلف لك بديك الشيء كامل، انت جيب غير حسن السيره. ولا ما كنتيش تدفع راسك، ولا كنتي تدفع راسك راه تدفع راسك تجمع هاد الوراق اللي قلت لك عامين شهاده السكنه والبروفاس، قول المهم تكون عامين بروفاس وشهاده السكنه، وتجيب حسن السيره من البلاد وتعمر واحد الالتزام وتخرج شنو السميه ديالها واحد الكورسو. هذاك الالتزام واحد الكورسو كتخرجوها من المدرسه، ولا كتشوف شي ليكوتوريو مثلا عربي ولا ها اسبانيولي اللي كان كتقولوا خرج دي واحد الكورسو يكون مطلوب هنا في هذه المدينه اللي غندفع فيها. يا اسطى كتخرج هاد الوراق هذا ولا كتدفع مستر خيريه، كتستنى عندك انت الزهر ديالك يجاوبك في 20 يوم، شهر شهرين، ما كيفوتوش شهرين ونص ان شاء الله يا ربي. تنجاوب القضيه اخويا؟ انا الثانيه دوك ناخد بلون بي ديرها مطلوب هنا في وناخد اسبانيا، ما مطلوب هنا مخير كسارية، ولا عندك الصنعة ديالو وعندك شي ديبلوم؟ عندك شي ديبلوم؟ عندي الدبلوم تاع البلاد وعندي الحرفة في يدي، بعد انا خدام بعد في الشيء هذا. لا
الدبلومه غينفعك حتى بحاجه، غينفعك فواحد الحاجه تترجمو هنا في اسبانيوليه وتخلي عندك بانك ديجا خدمت هاد الصناعه غير باش كيتساعدوا معاك، فهمتيني كيفاش؟ ايوه ترجمو هذاك، ترجمو حتى ملي تبدا صافي الدفاع يجاوبك فابورابلي، مشي قلب على نفس الحرفه وقدم لهم ديك الكورسو مترجم، قول لهم انا راني معلم فهاد الشيء، بغيت غنكوز باش يقبلوني، غنقرا معاكم غنبقى بحال تما، انت راك عارف ديك الحاجات ديرها دغيا تهزها، فهمتي؟ فهمتي كيفاش؟ فهمتك فهمتك ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله بارك الله الله فيك يسهل وربي عليك خويا يعطيك الخير الاخ، خويا الطنجاوين تبغي شي وديما حاجه يكون دائما قول عندي معاك بريمادون. الله يحفظك، ان شاء الله ربي شكرا، يحفظك خويا العزيز يعطيك الله الصحة يرحم والديك، السلام شكرا عليكم خويا. تبغي شي معلومه جينا عندي الانستغرام، تحياتي، اوكي بارك الله فيك طنجاوي شكرا خويا العزيز، الله يحفظك اخوتي. السلام عليكم اشوف شكون اللي باقي يطلع. عليكم السلام ورحمه الله. شكون باقي يطلع باش نهبط اخوتي؟ راني عيان وعندي دابا، راه 9:30 دابا، 9:30 اخوتي. اللي باغي يطلع باقي واحد الشخص، ما عرفتش واش الاخت ولا الاخ اللي معانا دابا، وغادي نهبط الاخوان ديالي، يبقى معايا واحد هنا وغادي نهبط. تحياتي لكم وبارطاجوا اللايف الاخوان. السلام عليكم، يلا اخوتي جبتوني غادي نهبط. المهم الاخ ولا الاخت راه ما بقاش معانا، راه هبط. المهم يلا اخوتي ان شاء الله، شوف اللي بغى يجي اليوتيوب يشوف فيديو طويله هما، ونخليكم ان شاء الله الفيديو قادم ان شاء الله، ولا اللايف الجاي ان شاء الله، غدا ان شاء الله يوميا ندير لكم اللايف. تحياتي لكم وشكرا للاخوان، وتحياتي للناس اللي كتبغي الطنجاوي. السلام عليكم، واللي ما طلعتوش ان شاء الله حتى غدا الاخوان نطلعكم كاملين. شكرا، الله يحفظك خويا العزيز، الله يحفظك، شكرا. انا تحياتي للناس اللي كتدعمنا، تحياتي للناس اللي كتسيفط قلوبها وترابش تحياتي، شكرا. المهم اخوتي كما قلت لكم ان شاء الله غدا غادي ندير واحد اللايف، وهذا اللايف هذا ان شاء الله يكون فيه معلومات سوا، نحاول بحال الدردشه الاخوان مع بعضيتنا، راه ماشي اي لايف كنطلعو خص يكون فيه الجديد ولا يكون فيه شي حاجه جديده. مجرد كاينين الاخوان راه واخا كتقول لهم الحاجه راه ما كتدخلهمش العقل، كيعاود خصك تقول لهم الحاجه، وتكون واحد الدردشه بيناتنا والنصيحه. والنصيحه اللي غنصح فيها ونختم بها اللايف، عندك دير كورسو وما يكونش فيه الشهاده بروفيسيونال، عندك دير كورسو ما تكونش فيه الشهاده بروفيسيونال. السلام عليكم.